حيا الحضور جميعا. أعطوني واحد بس إذا الصوت واضح ومناسب أرفع الصوت ولا مناسب؟ والله لو ترفع وتكة كمان كده يكون ممتاز، أفضل عشان إيش تصير ماشي. الأمور واضحة. طيب كذا كويس، أيوة يا كذا صوت سلام، كويس. ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الجلسة الثالثة التدريبية. احنا ودنا الاسبوع ده ان شاء الله الاساسيات، وتقريبا احنا خلصنا قاعدين نسوي مراجعه لاساسيات البرنامج. في اشياء متقدمه في البرنامج احنا نتركها يعني في وقتها افضل، على اساس ما تصير معلومات كبيره ولا البرنامج فيه اختصار كثيره واشياء يعني ما ينفع نقدمها مره واحده، هتصير يعني دسمه جدا وممكن تنفر موجودين لأنها التدرج قد يوحي للبعض إن يعني البعض يفهم إنها فيها صعوبة وفيها كذا. لا يعني أنت لو أي شيء تتدرب عليه في البداية حيكون صعب، لكن في بعدين حيكون سهل جدا. هذا هو برنامج سوبر ترند. أنا فيه عندي حاجة، إحنا مقصرين في نسخة الجوال، لو تسمحون لي أنا حاعطي 10 دقائق بس لاستعراض نسخة الجوال والمتصفح والماك. إحنا عندنا طبعا البرنامج سوبر تريند لا يعمل كبرنامج، يعمل في اللابتوبات والكمبيوترات اللي فيها نظام تشغيل ويندوز. أما نظام ماك ويشتغل عليه نسخة المتصفح اللي هي نفسها نسخة الجوال والآيفون والأندرويد. فخلينا الآن نبدأ في نسخة خليني أفتح المتصفح اللي هي نفسها نسخة الجوال. طبعا احنا يا ابو يحيى ما شاء الله نظرا للإقبال الكبير والعدد الهائل اللي سجلوا فتحنا التسجيل أونلاين. يعني كان أول شرط إنه اللي يجي لازم يسجل يحمل الكمبيوتر نسخة الكمبيوتر. حاليا من اليوم تقريبا أو من العصر صار الآن أونلاين، اللي يبغى يسجل أونلاين ويستخدم يسجل أونلاين، ثم كذا بعد كذا يستخدم نسخة المتصفح والجوال، وأيضا بنفس الاشتراك يقدر يستخدم نسخة يعني كمبيوتر الكمبيوتر. ما يحتاج يعني ينزل ما شاء الله الملف الأداء على جميل. الكمبيوتر. لا ما يحتاج، يعني أها، هو طب جميل يفضل جميل. تستخدم نسخة الكمبيوتر، أكيد. ولكن حاليا عندك خيارين، كمبيوتر وجوال، تمام؟ اختار اللي تبغاه. وكان التسجيل الاول محصور بس اللي نزل الكمبيوتر على نسخه الكمبيوتر، فحاليا من الجوال تقدر تسجل وتبدا الفتره التجريبيه وتستمتع فيها 21 يوم. فالان جميل. راح استعرض، نعطيها استعرض، خلينا نسوي عرض بس. طبعا احنا زي ما قلنا نسخة المتصفح هي نفسها نسخة الجوال، وهي نفسها نسخة الماك، تمام. بالنسبة للاندرويد في تطبيق، ولكن هو نفس المتصفح، يعني سواء فتحته من كروم يفضل تستخدم متصفح كروم او عبر التطبيق كلها واحد. اي واحد جديد لم يسجل مسبقا يضغط على خليني اتاكد، يضغط على تسجيل. تسجيل من هنا، هذا الزر، تمام. ثم بعد كذا تفتح معاه. اول كان يقول له رساله لابد تحمل نسخه الكمبيوتر. لا حاليا تستطيع انك انت تسجل من نسخه من أونلاين على الجوال طول. نفسه هي اونلاين على طول، وايضا تحصل على كود مركز اللي هو موجود مدمج هذا بنفس اللي هو الرابط حقنا يا أبو يا دكتور، صح؟ بنفس الرابط، ما تغير الرابط زي ما هو. نسخة الجوال نفس الرابط، تمام. وايضا اي احد عن نسخة الجوال، اصلا احنا كاتبين في الصفحة الرئيسية عندنا ترى مقفل التسجيل. احنا في العادة في سوبر ترند لان البرنامج يحتاج الى تدريب مكثف نوقف التسجيل 4 اشهر 3 اشهر، ما نفتحه الا نفتح التسجيل، ثم بعد كذا ناخذهم دفعه واحده وندربهم، ثم زي كذا بعد 3 اشهر. حاليا التسجيل مغلق في الصفحه الرئيسيه لو تروح لكن صفحه مركز مفتوحه التسجيل في اي وقت،
احنا نهاية الشهر حنقفل ترى، يعني نهاية او يمكن اسبوعين فقط. تقريبا اغلب الرواد خلاص شافوا الموضوع، حيتكفل التسجيل كجديد، ولكن شغال معاكم ال 21 يوم على طول. تمام. فيضغط على التسجيل ويسجل، طبعا يسجل هذه البيانات، يدخل الجوال ويدخل كذا ويسجل معاه، ثم بعد كذا لا سجل بنفس المعلومات الجوال والباسورد، تقدر تنزل نسخة الكمبيوتر وتدخل على طول مباشرة. وأيضا تستطيع من نسخة الجوال ترجع مرة ثانية لنسخة الجوال، تمام، وتستخدمها وتسوي وتعمل دخول على نسخة الجوال. مثلا أنا خلاص سويت دخول، أوكي سجلت أنا. بعد ما تسوي دخول، هذه هي شاشة، حيبان هنا عندك الاشتراك تبعك متى ينتهي. طبعا الأغلب ينتهي بعد 21 يوم. هذه نسخة الجوال والمتصفح، هذا عندك التحليل اليومي، وهذا التحليل اللحظي نفسه بالضبط، تمام. أضفنا أيقونة جديدة، هذه هي جلسات التدريب. كل تدريباتنا على في مع مركز وغير والسابقة موجودة في نسخة الجوال وأيضا الكمبيوتر. هذه هي موجود، أضفنا هذا الخيار اللي هو محاضرات تدريبية أون على اليوتيوب، اللي هي محاضرات مركز كلها مسجلة. أتمنى كل يومين تراجعونها، اللي فاتوا التسجيلات يلقاها كلها. هذا التدريب الأول، تثبيت البرنامج، تمام، وأساسيات الاستخدام. وهذه جلسة أمس البارح في الليل، والليلة إن شاء الله متوقع بكرة كمان حنضيف تسجيل للجلسة هذه. وكل ما نسجل جلسة حتكون موثقة وموجودة ترجعون لها. يصير إن شاء الله ما تنتهي ال 21 يوم إلا أنتم ألممتم بكل شيء في البرنامج من نفس نسخة، تمام. فنرجع إلى نسخة الجوال، هذه هي تمام نسخة الجوال. فطبعا عندي أيقونتين، أيقونة لي أو زر لتحليل لحظي وتحليل فني. هنا إذا تنتقل نسخة الكمبيوتر قال لك بنفس الاشتراك تشترك. هذا تقارير، هذه الأيقونة تقارير سوبر ترند. سوبر ترند كل نهاية أسبوع يعمل مسح لكل الإشارات اللي مرت خلال الشهر، ويبين لك إيش اللي أعطت إيجابية وإيش اللي أعطت سلبية. خلينا نشوف هذا التقرير. هذا التقرير عندك تقرير بالإشارات اليومية وتقرير بالإشارات اللحظية كلها الواحد. هذا تقرير الإشارات اليومية، لاحظ هنا الشهر 8، تمام. تبغى الشهر اللي قبله اضغط على السابع، كل الأشهر موجودة، تمام. وهنا معطيك الإحصائية الإجمالية لدقة البرنامج اليوم، ما شاء الله 99%. هذا بس شهر 8 اللي هو تقريبا 9 أيام حتى الآن. طبعا هذه حتى الان ما انحسب معاها جلسه الاحد اليوم وجلسه الاثنين اليوم، ما انحسبت. ليش؟ لانه هو كل نهايه اسبوع يبدا يسوي احصائيه جديده. فعندك هنا كل الاشارات اللي صدرت تضغط على سابق. هنا هذه الاشارات اللي صدرت، هاي صدرت 1/8، كم الربح فيها؟ هذه معناته نعم، معناته لحد الان ما انتهت، ما صار لسه شغالة يوم 5. لو رحت أي شركة تبغاها موجودة هنا، هذا على اليوم كل شيء. أي شركة تضغط عليها كمان هنا هينقلك على شاشة ثانية، هيقول لك هذا الشركة الأهلي تكافل، هذا الرمز، هذا تاريخ نوع الإشارة سلبية، هل هي ناجحة ولا لا؟ قال لك يس، نعم، اذا فعلا تحقق السلبيه، يعني كان في نزول، كم الربح اللي تحقق من النزول؟ اذا انت مثلا بعت كان السعر ب 100 وبعت ونزل الى 95، انت ربحان 5 ريال، تمام. هذا سعر الدخول اللي هو يعني 40 95 اللي هو سعر الخروج، وهذا السعر اللي انت بعت فيه 39، فانت ربحان تقريبا ريال الا تقريبا 75 ريال تقريبا، وهذا سعر الخروج، كل شيء موثق. تبغى تعرفها في الشارت، هذا هي بعطيك علامة على هذه العلامة، معطيك هذه الإشارة اللي صدر فيها التنبيه، اللي إشارة سلبية على الأهلي تكافل في هذا الوقت بالذات، اضغط بالماوس عليها
تمام، حيعطيك تفاصيل البطاقه اللي فعلا صدرت هذه في 1/8 او من هنا من فوق كمان يعطيك اياها. هذا مجموع الاشارات كلها، لكن انت تبغى الاشاره هذه تضغط على هذا. ترجع مره ثانيه للتقرير وتشوف اي شركه تبغاها، اي شركه صدرت هذا التقرير عندك ترجع له. ايوه فعلا هو هذا التقرير. ايوه قلنا تقرير هنا، هذا تقرير اليومي نعم كل الاشارات. تبغى الشهر السابق تضغط على هذا الخيار، هنا عندك شهر 7 شهر، هذا شهر 7 97% دقة الإشارات الإجمال اليوم. شهر 6 كل الإشارات من سابق، ال 200 شركة كلها موجودة تقريبا. هذا شهر 5 شهر 4 شهر 3 شهر 2 تمام، كلها موجودة. فتضغط على أي شركة مثلا الراجل، هذه الإشارات حقت شهر 8 شهر 8 تضغط عليها كمان ويعطيك التفاصيل تبعها كم حققت كل إشارة. ترجع كمان اللحظي، نفس الشيء اللحظي، كل الإشارات اللحظية موجودة كلها موجودة. لكن لاحظ دقة اللحظي أقل تمام من اليوم، عشان كذا احنا نقول كمبتدئ ركز على على الـ على الـ على الـ على اليوم. طيب خلينا نرجع للجوال. هذه القائمة حقت الجوال طبعا سهلة، نفس اللي في الكمبيوتر نفس الشيء، ما ينطبق على كل ما قلناه في نسخة الكمبيوتر ينطبق على نسخة الجوال، لكن الشكل أحيانا يختلف. هذه قائمة المتابعة عندك أنت، لو سويت قائمة متابعة، افرض أنا الراجحي أضيفها على قائمة المتابعة من هنا تمام، هذه قائمة المتابعة ضغط عليها فتضاف إلى قائمة المتابعة من فوق. لو أنا سويت قائمة متابعة في نسخة الكمبيوتر وسويت لها حفظ سحابي راح ألقاها تمام مستردة تمام. هذه نسخة الجوال تمام، نفس الموضوع الشركات. هنا تقدر تسوي فلترة، ايش نركز على الفلتره؟ هي اهم حاجه كيف تختار الفرص. اختار ضع اشاره صح على الايجابي، ايجابيه اليومي، اهم حاجه تكون ايجابيه اليومي تمام. وممكن تختار منتقل للايجابيه حديثا، هذه مهمه قلناها احنا، فانا منتقل للايجابيه حديثا هذه تحت منتقل للايجابيه حديثا. اذا 1/2 اعطاني كم؟ اعطاني 5 شركات، ممكن اضيفها بشكل مفرد من هنا اضافه قائمه المتابعه، وممكن اضيف نتائج الفلتره كامله مثل نسخه الجوال عندي كل ال5 شركات اضيفها الى قائمه المتابعه. كذا انا اضفتها تمام. هذه فلتره واحده تستخدمها. في فلتره ثانيه مهمه قويه، ايجابيه على اليومي وجوده الاشاره، خلينا نقول 3 نجمات، اعطاني 7 شركات، هذه برضو مهمه. ممكن اقول كمان اضيف لها اتجاه الترند اليومي ايجابي، منطقه تحول مهمه كمان، ممكن اضيف اتجاه الترند الايجابي حيخلصها لي، شوف كيف يخلصها لي. ممكن اضيف كمان اتجاه ماركت بروفايل ايجابي اللي ابغاها، لكن انت لا تتشدد. النقطه المهمه لا تتشدد في الفلتره حتى لا تحرم. كل شركه صدرت من سوبر ترند هي جديره بالمتابعه، اهم شيء تضع الطلب على الدعوم اللي قلناها، 5 طرق لتحديد الدعوم حنرجع لها ان شاء الله. فانت كل ما سويت ركزت الشروط حتى الشركات، فهذه شركات كلها المتابعه. نروح للحظي، نفس الشيء اللحظي، هذه قائمه اللحظي. اللحظي عندك تمام، هذا كل هذه قائمه لكل الاشارات الوارده بدون فلتره، كل الاشارات الوارده بدون فلتره. تضغط على هذه القائمه ويعطيك كل الإشارات
الواردة بدون فرق. شوف قايل لك هنا كل الإشارات تظهر لك، شوف، وقال لك علامة إن الفلتر متوقف. تبغى تسوي فلتر اضغط عليه، تمام، تضغط على هذا الخيار أساس يعرض لك الشركات اليوم. هذه كل الإشارات اللي صدرت اليوم من الساعة 10 و12 دقيقة حتى الساعة تقريبا 3 بالضبط، اللي هي العمرة آخر دقيقة بالسوق، تمام. تضغط عليها حيبان لك نفس البطاقة الموجودة في سوق في نسخة الكمبيوتر، نفس الشيء، تمام. افرض تبغى فلترة على اللحظي، نفس الشيء، تضغط على هنا على الفلترة ويعطيك فلتر. لما تعمل فلترة حينقلها إلى قائمة المتابعة، هذه هي قائمة المتابعة. لما تسوي تصفية أو فلترة حينقلها لك إلى قائمة المتابعة مثل نسخة الكمبيوتر. ففي حاجة مهمة انتبهوا لها هنا، شوفوا هنا، انتبه لما يعطيك اول تمام لا تغيرها. اول معناته كل الشركات، انا ابغى اسوي فلتر على كل الشركات. لكن افرض انا ابغى بس فلتر لقائمة المتابعة، هذه الشركات اللي اضفتها في قائمة المتابعة، انا هذه الشركات في قائمة المتابعة اللي انا عملتها بنسخة الكمبيوتر، سويت استرداد لها، ابغى الشركات كلها فلتر، اضغط على هذا الخانه يعطيني اول، اوكي خلي. اذا انا ابغى اسوي فلتر ليش على اللحظه؟ الان فلتر على اللحظه، اهم حاجه تكون الاشاره ايجابيه، تمام، ما ابغى الاشاره، ابغى سلبيه برضه ممكن، قوه الاشاره غير مهمه، خليها فوق 80% ممتاز، تمام. ممكن اختار انا جوده الاشاره 3 نجمات، تمام، ويكفي، يكفي ذا الشيء. ممكن اضيف معاها كمان وجود نموذج فني مع اللحظه، واضح الكلام، موجود كل شيء مشروع. ممكن اضيف كمان شرط على اليومي انها كانت ايجابيه على اليوم. لاحظ، شوف هنا عندي انا على اللحظه، لا انا ابغاها الاشاره توصلني الشركه كانت ايجابيه على اليومي وايضا ايجابيه على اللحظي، وجوده الاشاره 3 نجمات، ووجود نموذج فني. اضغط على اون، يعني اعتمد تحت تشغيل الفلترة، وشوف ايش يطلع. خلاص اضافها لك الى قائمة المتابعة. طبعا الاشارات اللحظية اليوم كلها موجودة في السوق، اضغط على هذا هنا، طلع لي شركة واحدة بس اليوم، شركة واحدة اليوم اللي ينطبق فيها الشروط ايش هي؟ اللي قلتها، هذه هي، نرجع لها، انها كانت ايجابية على اليوم، وجود نموذج فني متقدم، وجودة الاشارة 3 نجمات. طبعا هذا الكلام تقدر تسويه كمان في نسخة الكمبيوتر، شايفين؟ شركة واحدة أعطاني إياها، أضغط عليها هنا ويعطيني معلومات البطاقة كاملة. افرض الشركة دي أبغى تحليل اليومي لها، ما يحتاج تروح لليومي وتروح لقائمة اليومي من أعلى من فوق، شايفين؟ من الأعلى من فوق هنا، ما يحتاج، لا، من عندك هنا من تحت يسحب لك التحليل اللحظي هنا، اليومي آسف، لشركة البي سي اي، ويجيبوا لك هذا التحليل اليومي حق الشركة، جابوا لك. افرض ابغى شارت متقدم اللي هو تحت عندي موجود، افرض ابغى سجل الاشارات، اضغط على سجل الاشارات اللي هو سجل الاشارات اللي انا دائما متعامل، اللي هو الاشارات اللي صدرت سابقا. انا على اللحظة اقدر على اليوم، اقدر اغير الرمز، وهذا الشهر عندي كل شيء موجود، اضغط على هذا بالابهام او الاصبع، ويبان لي اني انا بالجوال، يبان لي هذا كل شيء، تمام، كل المعلومات، البطاقة. عفوا يا دكتور، آسف للمقاطعة، بس دحين هذا اللي بتعرضه أقدر أنا أسويه على الجوال حقي على نعم متصفح بالضبط، كروم. كله على المتصفح كروم وعلى الجوال. يعني الناس اللي تستخدم ماك، ان سوبر ترند كبرنامج ما ينزل على الماك، ينزل على ويندوز فقط، نعم، فأنت تستخدم نسخة المتصفح والجوال، هي هذه نفسها واحدة. شرط كروم ولا ممكن حتى يعني لا افضل، لا أفضل اي كروم، شيء بس افضل، ممكن لانه أي هو شيء ثاني. أوكي، متقدم في شيء، يستخدم HTML5، تابلت، جوال، حتشتغل عليك ما دام عندك. كله اي شيء. نعم جميل احسن، جميل جميل، أحسنت. طيب تفضل واصل يا حبيبي. خليها بعدين. افرض تبغى فلترتين. الان قاعد انسخ على اشرح على نسخه الجوال والمتصفح، هي نفس الكلام ينطبق على نسخه الكمبيوتر. افرض ابغى فلتره ثانيه، يعني انا سويت فلتره اللي هي ايش، خليني اعيدها مره ثانيه، قلنا جوده الاشاره 3 نجمات،
مو شرط ممكن تحط نجمه واحده وجود نموذج فني وتكون الاشاره ايجابيه على اليوم وتكون هي اشاره ايجابيه على اللحظي، قوه الاشاره 80% اوكي، وكل الشركات خاضعه للفلتره. وسويت اون تمام؟ يعني الان حيعرض لي فلتر الاشارات اللحظيه هذه طلعت البي سي اي فقط تمام؟ افرض ابغى انا ما ابغى انحرم من بعض الاشارات، ابغى فلتره اضافيه، اضغط على فلتره اضافيه اللي هنا تمام؟ اوكي خلاص، واختار لي يجيب لي كمان تكون مثلا اتجاه الترند ايجابي، ماركت بروفايل ايجابي، منطقه تحول ايجابيه، وايضا وجود الفي وام ايجابي، الفي وام. يعني انا اختار فلتره ثانيه بجانب الفلتره الاولى واقول اون تشغيل. اثناء السوق وانت شغال راح يطلع لك الفلترتين، لانك انت ضغطت على فلتره اضافيه، حيطلع للشركات اللي طلعت للبي سي اي اللي هي ايجابيه اليوم ثلاث نجمات والشرط اللي قلته، وايضا الفلتر الاضافيه مع يعني سواء هذه الفلتر او ذي حيعرضوا لي. شوف زادت الخيارات عندي، هذه البي سي اي طلعت من الفلتره الاولى والباقي طلع من الفلتره الاخيره اللي انا اخترتها. شوف وقال لك هنا فلتره اضافيه تعمل معك، اعطاك تنبيه عليها، تبغى تلغيها الغيها، اضغط عليها والغيها. هذا كله في قائمه المتابعه شغل فلتر. تبغى شيء ما هو فلتر، الشركات كلها الوارده غير فلتر، اضغط ارجع على كل الشركات الوارده اللحظيه يطلع لك الشركات غير المفلتره تمام، كانه ما عندك ما سويت اي فلتر. يعني برضو نسخه الجوال جميله جدا، ولكن لا ينقصها صراحه الا ايقونات اتجاهات السهم. غطت السهم غير متوفره، اتجاهات السهم متوفره ولكن كنقاط حنشوفها الان، والقنوات غير متوفرة، والمؤشرات المفتاحية ما هي كالرسم وإنما كنقاط. إيش كمان؟ سوبر فوليوم كمؤشر بس موجود في الجوال، ولكن كشارت موجود في نسخة الكمبيوتر، لأن نسخة الكمبيوتر فيها حرية أكثر، لكن أنا أفضل تستخدم نسخة الكمبيوتر أفضل لو في الليل. إذا كان أنت ما عندك مات في العمل ما تقدر تستخدم نسخة الجوال أو المتصفح، استخدم الكمبيوتر في الليل، سوي أعمالك ثم انتقل لنسخة الكمبيوتر. ما يمديك نسخة الجوال أيضا رائعة تكفي. طيب أنا إيش كنت أقول؟ إذا هذه الإشارات غير الفلترة، أرجع مرة ثانية لقائمتي ألقى الإشارات اللي فلترتها خلاص، ما يحتاج أسويها مرة ثانية لأن الفلترة شغالة تمام. طيب نرجع الآن للتحليل اللحظي عشان نفهم البطاقة، واترك المجال للاسئله، يعني بس اعطوني اقل من خمس دقائق نعرف الـ نفس الشيء الموجود على نسخه الكمبيوتر. هذه الان تاسي، طبعا هذه اشاره خلينا ناخذ هذه اشاره عاديه لا تغير في الوضع الفني، لكن الراجح ايجابي اليوم، الراجح ايجابي اليوم يعني للغد اسف بعد اغلاق اليوم، مو معطيك نجمات هنا. هذه النقاط السبعة، شايفين النقاط السبعة؟ هذه النقاط السبعة اللي قلنا عليها مع وقف الخسارة، ثلاثة نقاط سوبر، واحد وقف الخسارة يعتبر دعم وقف الخسارة، والثلاث نقاط تقنية. اتجاهات السهم موجودة هنا ولكن على شكل نقاط رقمية، يعني أنت تشوف كل ما هنالك، أنك أنت فرضا تبغى تشتري على اتجاهات السهم، شوف آخر سعر عنده. طبعا البرنامج يشدد أنه ليس عارض أسهم، التحليل صح على الاسعار الفوريه ولكن هو ليس عارف اسعار، فما يعطيك تك 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 يعني للاسعار. فتشوف انت اخر سعر كم وتطلب الطلب المناسب او تبيع على هذا المناسب. اتجاهات السهم هنا كنقاط وليس كمستويات، في نسخه الكمبيوتر كمستويات وخطوط قدامك، في نسخه الجوال لا موجوده كنقاط محدده، يعني نفس الخط التقاطعات موجوده عندك، يعني قد تكون اسهل بقى. ماركت بروفايل العلامات هذه نفسها الموجوده في البطاقه، المؤشرات المفتاحيه مبين لك هنا ستوكاستيك سلبي والمتوسط المكيال ايجابي، والمعلومات الاخرى هذه اللي تبغى تحليل اللي قلنا هذا هو. سجل الاشارات هنا برضو كمان. بالنسبه للحظي نفس الشيء، نفس الشيء البطاقه تختلف قليلا
اللحظ يختلف. هذا الآن أي شيء هذه موجودة عندك، كل شيء موجود، النقاط السبعة، اتجاهات السهم، وكمان اتجاهات السهم في 60 دقيقة كمان موجودة كمان عندك إضافي. تقريبا هذا كل شيء مبدأ. إذا كل النسختين حلوة، ولكن نسخة الكمبيوتر أفضل إذا كنت تبغى غطسة السهم وتبغى تشوف القنوات وتبغى تشوف بعينك أفضل. إذا أنا أبو يحيى انتهيت يعني شرح كويس اليوم، إن غطينا نسخة الجوال، لأن إحنا كثير يستخدم نسخة الجوال، ولكن أنا لي وجهة نظر، ترى الأسهم والتعامل مع سواق المال هو بيزنس حقيقي، أتمنى أن نعامل بهذا الشيء، هو عمل حقيقي. إذا أنت تأخذه كهواية بالجوال وتبغى تصارع العالم، ترى في ناس عندها شاشات بالغرف، عندها كمبيوترات أسرع منك، عندها اتصالات قوة أسرع من اتصالك، وأنت معلش يعني جايني بجوالك 5 سم في 4 سم وتبغى تحارب العالم بالجوال ذا. إذا كنت تعتقد أن هذه يعني هو منهجك على طول، فأنت يعني معلش الطريق هذا خطأ. الأسهم تحتاج استعداد، تحتاج تعاملها بجدية، وهذا الكلام اللي يقوله هذا يخليك تمشي في المسار. مو مشكلة تتابع عن طريق الجوال، إذا أنت مسافر بالعمل ما يكفيك مو مشكلة، لكن لابد أنت تكون مستعد بأدواتك، اتصال قوي، شاشات قوية مريحة، لابتوب سريع، هذه من أهم الأشياء. تفضل أبو يحيى. يعطيك العافية يا دكتور، كلام من ذهب، شكرا لك. أبو محمود عندك سؤال، عندك استفسار؟ لا خلي الشباب يستفسر. طيب يعطيك العافية. أبو عصام تفضل لك المايك، أي أحد عنده سؤال يرفع يده يا شباب عشان نبدأ بالأسئلة على طول. تفضل يا أبو عصام. والله أنا عجبتني نسخة الجوال يا دكتور، حلوة حلوة، بس إنها ينقصها بعض الأدوات، حلوة إيه. جديدة يعني كل إيه. شيء موجود فيها. السلام، تفضل. سلام. هلو. سلام. كيف حالك أبو يحيى وكيف حال الأستاذ الكريم؟ أهلا وسهلا. حقيقة أنا مبسوط جدا من البرنامج هذا، وسويت نزلته على المتصفح، ودخلت على ال اخترت شركة من الشركات اللي هي شركة الجبس، ولاحظت على اللحظة اليومي واللحظي نفس فشفت إنه قوة الإشارة في اللحظي 95، وشفت في اليومي 87، وطبعا بالمراجعة للمؤشر وجدت إنه في إشارة دخول. تفاصيل الجلسة اليومية اللي حصلت إنه كان السعر 51 في البداية، 51.30، وصل إلى 90 ثم نزل إلى 40. لكن هذه إشارة الإيجابية هل لها علاقة بالاستمرارية على مدار الجلسة؟ يعني أنا دخلت قبل نهاية التداول تقريبا بنص ساعة، واشتريت على النقطة هذه بس بسعر 51.40. لحظة خليك معي، أنت تتكلم عن اللحظة اليوم. أول حاجة قوة الإشارة زي ما قلت أنا غير مهمة، لا حد يقول لي إنه إشارة 100% إنها راح تعطي أكثر من 8%، الأهم هو الالتزام بالطلب حسب القواعد الخمسة، فيعني لا تعطي أهمية. ممكن أنا أهتم يعني جودة الإشارة ترى أهم، 3 نجمات أهم من قوة الإشارة بكثير. طيب إيش هذا الجبس؟ صدرت إشارتين، الإشارة الأولى الساعة شو أعطاك ثنتين هنا في البحث، معناته وانت على اللحظي اعطاك ثنتين، معناته واحدة الساعة 12:20 دقيقة تقريبا، والثانية الساعة 2:40. طيب ايش المشكلة؟ تفضل. المشكلة الاشارة الايجابية تستمر الى نهاية التداول، ولا انه ممكن اذا نقصت الاشارة انها تكون ايجابية ضد يعني تكون على السهم انه يتحول من ايجابي الى سلبي، ممكن تتغير في اثناء الجلسة؟ نعم ممكن، هذا هو الجبس يعني هذا ايجابي، اوكي هذه من حسن الحظ انها كانت كلها ايجابي. نعم ممكن. هو ايش اللي قاعد يحصل؟ السيرفرات تمسح كل الشركات على مدار الدقيقه، ياخذ في كل دقيقه تقريبا في كل اسف في كل شركه يمكن 5 ثواني 7 ثواني في الشركه الواحده،
فيمسح لك كل الشركات ويرسلها لك. فأكيد إذا في تغير حيغير يعني، متابع معك هو هذا اللحظي. اليوم نفس الشيء، كل نهاية إغلاق في تغيير أكيد. هي كلمة، كلمة مسح بس عشان تكون واضحة، مش ديليت أو إنه يلغي، مسح يعني سكان، يعني يعني يعمل سكان أو تحليل للشركات، بحث أيوة، فصفصة بفصفص لك هي، مش إنه مسح يعني ديليت، فعشان تكون واضحة. طيب ما تلاحظ بالنسبة للقوة الإشارة هذه بتعطي إيحاء بالنسبة، يعني إذا كانت من فوق 85 إنه تكون إيجابيتها أقوى من الإشارات يعني الثانية، يعني يعني أقل من 85 نقول ممكن ها في حالة تردد بناء على المؤشرات إنه ممكن تنجح وممكن ما تنجح. خليك معي، أنا من ضوء خبرة أقول لك، إحنا دربنا لنا سنتين ندرب، من ضوء خبرة قوة الإشارة ليست مهمة، النجمات ذي أهم، تحقق الشرط أهم، التنبيهات الفنية هذه أهم، التنبيهات الفنية هذه أهم، اتجاه الترند هذه أهم، السيولة الداخلة أهم، قوة الإشارة ما عليك هو فوق 80% معناته الإيجابيات أكثر من السلبيات، فلا تركز كثير عليها لأنك أنت يعني ما له علاقة بالمؤشرات أستاذي. لا 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 ما له علاقة بالمؤشرات الفنية، لا لا خير، لها علاقة بعناصر القوة وعناصر الضعف وأشياء ثانية، لكن مو معناته انه 95%. انت تدري ان عندنا ناس يعني تطوروا ما شاء الله وصل وضعهم انهم هم ما يستفيدون الا من الاشارات السلبيه، ينتظرونها في القاع لما تجي سلبيه مره يطلبها عداء. كثير عندنا هنا ما يستخدم اصلا، يقول انا ما ابغى استفيد من الايجابيه، انا ابغى استفيد من اللحظه، ابغى انتظره تحت على الدعوم. فقوه الاشاره يعني ما هي مهمه، لا تعطيها ذاك الأهمية الكبيرة، لا. وعناصر القوة الفنية هي اللي تعتبر نوعا ما لثاني. عناصر القوة مهمة، هذه عناصر القوة مهمة، مهمة جدا، مهمة نعم، لكن قوة الإشارة لا. الله يعطيك العافية، صراحة برنامج مميز، وأنا بالفعل إذا نجح معايا والله إن حسوق لي تقريبا فوق 8000. اديني رقمك بعد اللقاء. بالتوفيق يا ابو عصام ان شاء الله. تواصل معي، تواصل معي يا ابو عصام، تواصل عمرك، جزاك الله خير استاذ. شكرا لك يا ابو يحيى، ما قصرت. الله يشتي يا غالي، هلا وسهلا فيك، يا مرحبا. طيب اعطونا تجاربكم يا جماعه الخير، اعطونا تجاربكم اليوم، ايش الشركه اللي انت مشيت فيها اليوم، كيف اديت فيها، اعطونا تجاربكم لو على الورق. جميل انك انت على الورق تطبق، يعني مثلا تقول انا بشتري في الاشاره هذه، اوكي بحط الطلب هنا عشان نعرف الاخطاء اللي قاعد تحصل وش صار معك. انا شخصيا ينطبق علي الكلام اللي انت قلته قبل شويه، الناس اللي تستنى السلبيه، انا ما ادور على الاشارات الايجابيه بصراحه، بدور على الاشارات السلبيه وبقول له تع 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 تعال ابيك تحت. خلينا نشوف البي سي اي اليوم البي سي اي كيف. البي سي اي تكلمنا عنه صحيح، البي سي اي بما انه ما في خليني انا اشوف كم رقمها. بي سي اي 12 10، اعطونا تجاربكم، يعني مو معقول اكثر من 600 شخص محمل البرنامج. شوفوا بالله البي سي اي، شوفوا البي سي اي ايش صار لما احنا نلتزم بقواعد سوبر تريد. احنا انا قلت اليوم في النقاش انه تطلب على تمام على واحد، طبعا هذا على فكره هذه البطاقه تغيرت لانها بعد الاغلاق كل تقريبا الساعه 8 يصير تحديد، لكن انا كاني اتذكر قلت 41 25، كاني اتوقع هذا الشيء لانه متاكد صحيح 41 25، انا مسجل يعني. 25 اشاره الدخول. السلام عليك يا دكتور. عليكم السلام. الله. لا لتكافل قلت انه سلبي اليوم. سلبي هاي. كان على 40 60، اعطى اشاره على وقته كان 40 60. اليوم على اللحظي ولا على اليومي؟ على اللحظي، على اللحظي. طيب حجي بس خلني افكر، خليك مع خلي المايك. خليني بس اكمل الفكره هذه وامشي، اللحظي موجود ما راح. لا انا قاعد اسوق وماسك خط.
لا أجل خليك ركز في السواقة وحط الجوال على جنب و... حاطه على جنبه وسامع على الراديو. خلاص خليك على السمع. طيب ماشي ماشي، بس باختصار احنا قلنا 41. شوف بالله يا ابو يحيى معاي والحضور، هذا ارقام كلها هنا اللي مفتوحة ارقام. نعم ايوه معاي مع ارقام انا، بس يهمني ايش صار في السهم. تفضل. نعم تمام. نزل الى 41 15 تقريبا، التقط الطلب وطلع فوق الى 41. انا ما استعجل، السهم طار فوق هنا، قلت لكم لا اطلبوا على 41 25. نزل الى طلبك، احنا كنا نتكلم في المنطقه هذه تقريبا ما بين 11 و 12 من شغلنا صح. نعم. نزل الى هنا ثم بعد كذا ارتفع. صحيح. تمام. وسيعطي. فانت اهم شيء تلتزم بانك تطلب على دعم. نزل بعد 12، هو بعد الساعه 12. اي اي احنا انتهينا اللقاء بعد 12. احنا تكلمنا هنا في المنطقه هذه تقريبا 11 ونص. ايوه. وهو كان في القمه هنا فوق. صحيح. تمام. كان هنا في المنطقه هذه. فقلت لكم لا اطلب الكزم بالطلب، انك انت مهما كان راح لا يغرك، السوق ترى متقلب، التزم بالطلب. 41 نزل هنا، التقط طلبك وانت تشرب الشاي وطلع مره ثانيه، ربحت 50 هلله تقريبا ممكن تبيع فيها واغلق على 50. ممتاز. طيب تفضل اللي يسوق تفضل. ايش خلني افتح انا على الاهلي تكافل. انتبه ربي يسلمك ان شاء الله من الخط. تكافل الأهلي تكافل، إيش المشكلة فيه؟ اللحظة. تمام نشوف اللحظة. عيد سؤالك يا أبو عبد الرحيم. الأهلي تكافل ما أعطى شيء. تكافل اليوم كم رقمه هي؟ الرقم والله ناسي، بس أنا كنت أتابعه، كنت عند 40-60، كنت أشوفه مرة مقاومة عنده، واليوم كسرها ونزل. كم رقم الأهلي تكافل؟ والله ماني ذاكر بالضبط، اجيبه لك. 8-1-3-0 يا دكتور. الله يعطيك العافيه. 8-1-3-0. ما في اليوم لم تصدر اي اشاره لحظيه على الاهلي تكافل، وهذا ترى شيء طبيعي، هو زي ما قلنا يسوي فحص الشركات ويعطيك الموجود. لم تصدر اي اشاره لحظيه على الاهلي تكافل، ما ادري على ايش كنت، ممكن على اليوم قصدك. 8-1-3 هذا على اليومي طبعا، تغيرت هذا الان، هذا بعد الاغلاق. بعد الاغلاق لكن انا اقدر اشوف لك السجل اللي راح امس من هنا، من سجل الاشارات. تفضل ايش سؤاله هو. نعم معطي امس دخول، شوفه 8-10 معطي دخول على اليوم وليس على النهار، ومعطي قبله كمان دخول يوم 5 ويوم 7 ويوم 8. امس معطي دخول على الاهلي تكافل. ايش سؤالك؟ سؤال اساس انه سلبي. مين قال سلبي؟ انت قلت اليوم نازل سلبي في بدايه الكلام. انا قلت سلبي على الاهلي تكافل، ما قال سلبي. على الاهلي تكافل او ايجابي على اليومي، وعلى اللحظه اليوم اصلا ما صدر شيء. ايه ازل سمعتك غلط. نعم اي ركز في السواقه. طيب أحمد تفضل يا أحمد، لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله. مشكور يا دكتور، مشكور أبو يحيى. اليوم أنا فتحت البرنامج وعطاني، بس أنا حطيت كل الاختيارات صح ما أدري، وعطاني على أسلاك ودخلت بأسلاك. بعد ما قفل السوق فتحت على البرنامج ونظرت، عطاني أنه سلبي. اشتريت على إشارة لحظية ولا يومية؟ ما أدري، أنا دخلت عليه وحطيت كلهم صح. ما تدري. كل المؤشرات صح. أول حاجة أنت ممنوع من الشراء لمدة 10 أيام، حفظتك. فرج بس، هذا ما يصير يا جماعة الخير كذا. طيب هو صدرت إشارة لحظية على أسلاك، الآن هذه موجودة. تمام. على كم شريت؟ على 38.90. 38.90. اي نعم. الساعة كم؟ يمكن قريب 12، بس ما ادري بالضبط، او بعد 12 ما ادري.
هو عموما في ذا الوقت ما صدر الإشارة اللي صدرت الساعة 10:15 ما صدرت بعدها، ما أدري علش اشترط على اليومي ولا على اللحظة يحددني عشان أقول لك أنا. حطيتها طيب كلها صح كلها صح؟ حط كل شيء كل الخيارات صح. اي كل خيار قصدك في الفلتر يعني ولا ايش؟ اي في الفلتر كل الخيارات صح. طيب فلتر يوميه ولا لحظيه؟ كلش اخترت صح بدري اي يومي ولا لحظي الله يعطيك العافيه يا احمد الشهاده. في عندك خيارين، في عندك شوف فوق مكتوب التحليل اليومي وفي عندك التحليل اللحظي، لازم تحدد اي واحده اللي انت اشتريت عليها. انت الان دقيقه خلنا نقول انت لحظه خلنا نقول انت شريت على الإشارة اللحظية هذه ما أتوقع، لأنه هو هذه إشارة 10:15 وهو على كان فين راحت؟ لا دراجة السلاكي كان على 39:35 تمام. طيب اشترى بمكان كويس هو. أيوة حلو جميل جدا، بس ما أدري كيف أنت شريت ما صدر غيره. ما أنا يمكنني فتحته قبل وبعدين انتظرت لما شفته نازل دخلت. لا ما يصير الكلام هذا، انت عندك طريقه في البرنامج. لا انا البرنامج انا, لك أنا دمجت هذه مع حقه ابو محمود اللي هو اطلب على الدعم اللي انا اخذه اللي هو 38.75 حطيته 90 وتخليت اطلب كذا وبعدين نزل وعطاني وطلع. شوف بالنسبه ترى اليوم ترى اللي حصل في السوق يعني نزول على اغلب الاسهم، لكن انت شوف الان عندك السعر، شوف الان لو فتحت ارقام انا بس عشان ابين لك ايش صار فيه. انت شريت على كم؟ 38 90 90 يعني انت اشتريت في القاع، لكن عموما انت ما اشتريت على البرنامج. انت لا انا شفت البرنامج انا شفت البرنامج ودايم كان ابو محمود يقول اختار والدعوم يعني لا تشري على طول انتظر بالدعم، فحطيت يعني بدل ما اشتري على 75 38 75 حطيته 90 قبل الدعم كده. يعني انت خليت البرنامج يختار لك اختار لك السهم وانت حطيت على اسعار من أنا من أتمنى عندك يعني اتمنى الواحد يجي يعني اذا شريت سجل يومي ولا لحظي بس وكل شيء موثق يعني اختار لحظي ولا اختار يومي ايه افضل؟ لا ابعد عن اللحظي حلو خليك على اليومي وطبق طريقة البرنامج، لما تتعلم طريقته ممكن تطالب على اللحظة تمام؟ ممتاز ممتاز الله يعطيك العافية. حياك الله يا أحمد هلا وسهلا فيك، تفضل يا أبو. كان سمعتك يا أبو محمود تبى تقول حاجة. طيب KSA هلا والله تفضل لك المايك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. للأمانة أنا يعني اليوم شفت الجهاز ولا يعني ما عندي فكرة نهائيا عنه، لكن عندي أبغى أسأل عن جرير. يعني أنا بقول لك جرير سلوك السهم أنا حافظه، يبدأ متى برقم منتهي متى ويقفل متى بسعر، يعني أبغى أشوف جرير عليه. وكيف أنا أحط البرنامج هذا في جوالي؟ طيب إحنا دوبنا شرحنا الطريقة كيف تركب البرنامج وكيف تسوي. أنا توي مقاطع والله فاتح قبل شوية. أيوة في مقاطع مسجلة يا طويل العمر تروح تتفرج عليها وارجع للتسجيلات. طيب ما في طيب ما في إشكال. طيب بالنسبة لجرير ايش تبغى؟ هذا جرير قدامك ايش ما دام انت عارف سلوكه خلاص مش تفعل. لا انا اقصد يعني هذا اللحظي واليومي كان سلوك يعني كان سلوك السهل ال 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 الجهاز هذا بيعطيني يعني. طيب خلينا نشوف جرير ايش يعطي سوبر ترند على جرير. هذا الان جرير، هذا الاشارات اليوميه، هذا شهر اغسطس. شوف الان دخول من هنا من هنا دخول كله في السريع، فتضغط عليها ويعطيك التفاصيل كل إشارة إيش بتقول. معلش أدينا آخر إشارة يا دكتور على جرير، هذه السهم الأخضر الأخير إيش البطاقة حقتها؟
تضغط عليها إشارة يومية طبعاً إيجابية فنية اليوم هذه حقت اليوم نعم. وهذه قبلها 1/8 بسعر 203 تمام وهذه يعني الأولى يعني شوف بيعطيك مهمة. الدعوم وبيعطيك وقف القصارة وبيعطيك كل التفاصيل اللي تحتاجها. فأرجع للتسجيل موجود في اليوتيوب أتفرج عليه عشان تفهم كيف تقرأ التفاصيل حقة البرنامج كيسي. أوكي شكرا الله ريكا يعطيك العافية. هلا وسهلا أبو رياض تفضل يا حبيب قلبي. مساء الخير أبو يحيى أبو محمود والدكتور والشباب الموجودين. بالنسبة طال عمرك الأخ أحمد اللي قبل شوي سأل أنا كان سؤالي على أفضل أتوقع الدكتور جاوب على أفضل فاصل زمني لحظي أو يومي لتطبيق على البرنامج. الله يعطيكم العافية. نعم الأفضل هو اليومي إنك تعتمد اليومي ركز على اليوم ركزوا على اليومي مثل ما تعلمنا هذه مثل زي الراجحي إشارة إيجابية عندي 5 طرق لوضع الطلب أختار اللي يبقى إما تختار مثلا خلنا راجعها أو قبل ما نختم في أسئلة ولا خلاص يا أبو في 2 كمان طيب ماشي. ماشي عبد الله تفضل يا حبيبي. تفضل يا أخي عبد الله. انت فتحت المايك بس ما احنا سامعين صوتك. طيب صلح المايك عندك. مين فيه ايش بكم كتيرتوا كده فجأة. فهد تفضل عشان بس ما نبغى. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما نبغى نساهر الدكتور زي امس فخلوا استفساراتكم تكون مختصرة. يعطيك العافية على خير جميعا. هلا وسهلا. عندي سؤال بالنسبة لسابتكو اليوم أعطى دخول أو إشارة إيجابية على نهاية السوق تقريبا فهل أدخل فيها على سبيل المثال وأنتظر ثاني يوم أو لا؟ كم رقم سابتكو؟ 40/40 40 اللحظة تتكلم. طبعا شوف في حاجة أقولها لكم يمكن أنا ما قلتها على اللحظة. السوبر ترند يستخدم في آخر ساعة إذا كان ما عندك وقت لتداول السوق تابع آخر ساعة من السوق في سوبر ترند على البحر. آخر ساعة من الساعة 2 تقريبا وربع يستخدم سوبر ترند استراتيجيات متقدمة أخرى لا يستخدمها إلا في آخر ساعة. فإذا كان أنت ما عندك وقت تابع آخر ساعة وأول ساعة من السوق هذه هي القاعدة تمام؟ هذا بالنسبة للحظي فقط. على اللحظي طبعا تابع آخر ساعة وأي إشارة تجيك على اللحظي ترى حتعطي بكرة وبعد إن شاء الله إذا أنت اتبعت الطريقة من عندك من الساعة 2:15 إلى 3 يعني كأنه هو البرنامج يستخدم ليش يستخدم تحليلات ماركت بروفايل اللي هي ما تبان إلا بعد على أن يوسف السوق على الإغلاق في آخر ساعة تقريبا. فهنا يطبق استراتيجيات أخرى إضافية بالإضافة للي عنده. فعشان كده نقول لك التحليل اللحظي آخر ساعة ممتاز وحيعطيك بكرة وبعده بإذن الله إذا أنت التزمت بالقواعد. فهذا هو النقل الجماعي إشارة واحدة صدرت الساعة فعلا 2:35 دقيقة. أنت طلبت على كم؟ أنا ما طلبت هو عندي من قبل وكنت أتابع وكنت أبي أركز ما بين البرنامج والشروح الثاني لي. إشارة إيجابية عليه تمام عليه بكل المهام. عندك اختراق مثلث لو ضغطت هنا هذا هو اختراق مثلث على اللحظي طبعا لأنه هو أكيد أعطى أشياء لو رحت جاد السام هذا هو اختراق مثلث شايفينه اخترق مثلث في آخر ساعة تقريبا اللحظة الآن تمام وإشارة إيجابية هذه هي الإشارة الإيجابية شايف السام ده هذه هي الإشارة اللي صدرت الآن تمام وهذه إشارة قبلها دخل هنا قبلك بيوم أو يومين شوف فهذه إشارة إيجابية خلاص إشارة إيجابية طبق القواعد إشارة إيجابية أنا أطلب على ده يعني الآن على سبيل المثال المفروض أنت تضع طلبك على يعني الآن فلنفرض 5 دقائق
تمام؟ يعني الساعة 42 دقيقة. أنا أضع طلبي، وهذا تمرين برضو للاستفادة من الإشارة اللحظية عشان نختم. صدرت إشارة إيجابية لحظية على النقل الجماعي، يقول لك إذا السعر تجاوز، هذا شرط الإشارة، إذا السعر تجاوز 27.95 تمام؟ بعد انتظار 5 دقائق فهناك إيجابية، يعني إيجابية إذا تجاوز 27.95، يعني الساعة 42 دقيقة أشوف آخر سعر منفذ، كم كان آخر سعر منفذ عشان نتحدد. كيف يعني آخر سعر منفذ؟ يعني الساعة 42 دقيقة تشوف آخر أيوه؟ سعر الآخر عندك كم كم؟ ممتاز هل هو فوق 27؟ ما أعرف الشمعة أيوه؟ لا الآخر، أنا ما نبغى نقول شمعة ما شاء الله، الآخر آخر سعر صحيح كان فوق فوق هذه. إذا أنا أضع طلبي على أفضل طلب تحت هذا السعر، هذه الطريقة الأولى 27.95، إذا أنا عندي 27 ما في إلا 74، كل الباقي أعلى من السعر، فأنا أختار أضع طلبي على 27.75، هذا واحد أسجله عندي تمام. حلو. السهم طار، افرض السهم طار، خلينا نشوف ايش صار في السهم اصلا، يعني عشان نعرف ايش صار بالضبط، هو هل تحقق الشرط ما تحقق؟ وراحت علينا الاشاره، ايوه الساعه 2 و40 دقيقه ما هم مبين عندنا. ايه ما عليك، انا تقريبا فوق وصل لفوق 28 تمام. إذا أنا الطريقة الأولى التزم فيها مهما كانت من المغريات، أضع طلبي على 27.95، هذه القاعدة الأولى. السهم طار، أنا وأنا قاعد أشوف السهم، يعني أراقب السهم، طار السهم، ما لحقت عليه، لا ما وقت، ما أضع طلبي على هذا، أنا أنتقل للطريقة المتقدمة. لكن أنا طريقة النقاط السبعة ما أعطتني إلا 27.75. الطريقة المتقدمة هذه، شوف الآن الخط، شايف الخط ده، أنا على اللحظة الآن ممتاز، أنا أطلب على شوف الخط ده 27.90، هذا الطلب المناسب لي 27.87.90، فأنا أضع طلبي على 27.90 تمام. لو رحت على اليومي كمان ألقي نظرة على اليومي 27.90 تقريبا هذا الخط، 27.90، إذا 27.90 طلب عندي، إذا أنا ممكن عندي خيار يا أحط طلبي على 27.75 اللي عن طريق النقاط السبعة، أو إني 27.90، أو إني أوزع طلباتي بين الاثنين، ما عندك مشكلة تمام. ألقي نظرة كمان على غطس السهم عشان أنا ما أشتري، في نقطة مهمة، ليش غطس السهم مهمة؟ إني أنا ما أشتري السهم وهو طالع فوق، لكن شوف غطس السهم رائعة جدا على اليوم طبعا، خط السهم شوف تو الآن، يعني من 3 أيام المفروض الدخول صراحة الحقيقي، مو الآن، اللي يبغى يدخل من هنا من المنطقة هذه، لكن عموما ما زال هو بالقرب من بحر الدعوم، هنا هو ما عندك مشكلة، أنت في الأمان الآن، أنت في الأمان. لكن لو وضعت طلبك على 27.50 أو 60، غدا على فكرة هذا الكلام مو، يعني لا تقول أنا ما بقي عندي إلا 20 دقيقة، لا هذا كلام إلى بكرة كمان معاه معك؟ إلى كم بكرة طيب بكرة مثلا؟ معك على طول، إذا أنت أخذت بالنقاط هذه ما دام إنه فوقها معك على طول، أضع طلبي على 75، أضع طلبي على 90، أو أضع طلبي على 27.60 تمام؟ ممتاز. تبغى تضيف، تبغى أدوات أخرى كمان، شوف قنوات كمان على اليوم، شوف القنوات عندك هل هو بالقرب من دعم كذا، برضو نفس الشيء. فالمعلومات اللي تقولها انت صح، 10 دقائق باقي، لكن انا بكره ممكن اعرف نقاطي، معطيني اشاره ايجابيه على في اخر السوق، شوفوا، وكمان معطيني ايجابيه على اليوم لليوم، يعني الى بكره كمان ايجابي ترى النقل الجماعي، بغض النظر انه ايجابي على اللحظي، اليوم برضه بعد الاغلاق اعطاني ايجابي، فانا ممكن اطلب على اللحظي بالنقاط اللي قلتها، او اني اطبق طريقتي على البطاقه اليوميه مثل ما قلت. طيب ممكن يعطيني مقاومة هذه قوية أو لا؟ انظر يعني أنا اللي تمام. اللي أعرفه يعني مثل السهم يعني تكون مقاومته قوية مثلا على 28.5. مين قال إنها أنا أكون أستخدم الأدوات العلمية أو 10 تقول لي تمام، حنشوف الآن، أنا ما أدري لكن أشوف
هذا الآن الإغلاق هنا عندي، هذا الآن اتجاه الساعة اليوم أنا عندي، هذا هو الآن هنا، إذن هذا أصبح الدعم، دعم لأن الإغلاق فوق، إذن دعمه أنا عندي تقريبا، أنا منطقة العمليات هنا عندي، بكرة شبعت بكرة حتكون هنا بالمنطقة هذه، تمام؟ إذن أنا أضع الخط، هذا دعم وهذا مقاومة بس. الطلب عندي 28 بالنسبة اليوم، شوف معطيني أبديت أكثر لأنه اليوم بعد إغلاق بعد اللحظة، فممكن أطلب بكرة على 28 20، وعندي مقاومة على 29. كيف أعرف المقاومة؟ هذا المقاومة الخط اللي فوق شايف، إحنا ما قلنا جات الساعة اللي بالأحمر، مو بالأحمر، هو لونه أبيض، لونه أبيض يا فهد، بس هو حط الحين هذا، افهمون يا جماعة تفصيل، هذا خط عندنا وهذا خط، والسعر هنا، هذا يعتبر دعم نعطيه لون أخضر لأنه تحت السعر، وهذا يعتبر مقاومة بس باختصار، ممتاز. فهذا يعتبر دعم وهذا دعم وهذا يعتبر مقاومة، فعنده مقاومة 29 بكرة، بكرة لو لامس 29 ونزل تحتها أنا أبيع على طول أجني ربحي، لأنها مقاومة ما يقدر يتجاوزه فوقها، تمام؟ لكن في عندي كمان هنا حاجة مهمة في الجماعة، شوف المثلث، اخترق مثلث، ترى في العادة إيش يصير في المثلث؟ يضرب فوق ويرجع يختبر الرأس مرة ثانية ويخترق مرة ثانية، فأنا أنتبه، لازم هو لما يخترق يضرب في المقاومة 29 ويرجع مرة ثانية يختبر الرأس تبع المثلث مرة أخرى، تمام؟ ثم يرجع مرة، فأنا ممكن إذا بكرة لامس 29 يرجع لنفس المثلث ولا؟ بالقرب منها، يعني حيقابل دعم يعني في نفس الجلسة، احنا ما زلنا نقول هذا دعم، حيقابل الدعم هذا، يعني ممكن بكرة يذبذب كذا ثم كذا ثم بهذا الشكل، لكن الأيام اللي بعدها نشوف عاد بعد، حيتحدث الوضع، سوبر ترند حيحدث لك اليوم كل يوم يوم. ممتاز. طيب معلش، الخطوط الزرقاء الأخضر البنفسجي تقريبا الأبيض، هذه إيش عبارة عن إيش يا دكتور؟ الأسهم دي الأسهم؟ لا يمين شوي، الخط الأزرق النقطة أيوة، والأخضر هذا والبنفسجي اللي فوق أو الوردي، هذه إيش هذه؟ هذه النقاط السبعة ممثلة لك هنا، هذا وقف الخسارة اللي موجود في البطاقة، هذا دعم سوبر، هذا الهدف سوبر، هذه مقاومة سوبر، هذا آخر سعر ممثلة لك كخطوط، لو حطيت الماوس عليها وقف الخسارة هنا كام؟ 27، لو رحت إلى هنا 27، وقف الخسارة نفسه 27.4، فهذه الخطوط ممتاز. ممثلة لك النقاط السبع. يا ريتها كانت نفس الألوان يا دكتور، حتطلع أفضل في البطاقة، يعني الأزرق هو وقف الخسارة، يكون في البطاقة لونه أزرق مثلا، المشكلة ما تتلون دي، لكن تطلع هي عموما أجمل. هي عموما يعني كلها تعتبر دعم، انا ما اعتبر وقف الخساره هو وقف، لا يعتبر دعم. نعم. كل اي خط طالما فوقه انا اخذ الخط اللي قبل، يعني اقرب شيء. يا دكتور الكلام يا فهد، تفضل يا ابو محمد. الله يديك العافيه، معليش انا بدي اسال سؤال شويه فيه بياخه، اتحملني. لا ما يجي منك الا العيوب السبعه، بس خذ راحتك الليله. ايوه يا دكتور، ما شاء الله محل. ابغى اسالك سؤال وبكل امانه، انت شخص تتداول في سهم، وهذا السهم انت محلله بعيد عن البرنامج، هل البرنامج ياثر عليك في اتخاذ قرارك، او انت تمشي على نظرتك بعيد عن البرنامج؟ على سؤال لمحلل وليس لشخص جاهل، هل البرنامج تجعله يؤثر على قرارك إذا أعطى إشارة سلبية، أو أنت تمشي على نظرتك أو أفقك الواسع أو بعد نظرك في السهم؟ طيب، تثق بالله ولا ما تثق؟ طبعا تثق بالله أكيد. والله لا العظيم لا، أنا من فترة طويلة ممكن سنة ليس عندي تيكر شارت ولا أي برنامج تحليل ثاني بعد سوبر، ما توقفت عن هذا التحليل لأنه هو عندي هنا موجود. ابغى يعني اقصد يا شيخ، يعني دكتور اعتمد على انت ما ترسم ترندات، ما لا لا ما لا خلاص توقفت. ممكن انا اطلب احيانا ارسم حاجه اسمها الشوكه،
بيتش فورك ممكن ارسمها واضفناها هنا مؤخرا في سوبر تريند. هي هذه الوحيده اللي كانت ما هي موجوده. لكن ترندات انا قدامي اذا ما اعطاني تنبيه لها ما انظر. اقول لك ما عندي انا من 2004 في السوق ما عندي برنامج تحرير فني لا الاتجاه ولا تيكر شارت ولا مباشر الموجود في المحفظه فقط على اسعار الفوري بس. لا اله الا الله. الله يوفقك ان شاء الله. امين. وباذن الله حتوصل انت للنقطه هذه ترى. حتوصل للنقطه دي يا ابو محمود بس اعطي البرنامج ثقه. ما اعتقد اعطي البرنامج ثقه. ادمان احنا عندنا دكتور ما نقدر نتخلى عن الشرط. مو مشكله على فكره. يعني انت ممكن تستخدم البرنامج في انه يضيف اشياء. انت لك لمساتك ترى. المحلل انا اقول لك انت لما تكون محلل حتعظم قوه البرنامج. ولما تكون صراحه تعامل البرنامج بسطحيه وانه معقد وانه كذا انت حتت أنا أعطيتك رأيي أمس. أنا عندما حللت سهم الخليج وعندما حللت بطاقة البي سي آي وجدت أن هناك أرقام يعني اللي مو محلل زيي لو مشي على نقطة الارتكاز ومشي على المقاومة التقليدية ومشي عند على الهدف المحتمل وجدتها متطابقة مع تحليل الكلاسيكي البسيط هذا. يعني أنا أعطيتك شهادة للبرنامج أمس من وراء يعني بطاقتين أنا شفتها يعني نظرت لها يعني شفت ان في ارقام يعني متوافقه تماما. بس سبحان الله تبقى دائما نظرتي انا يمكن عشان انا يعني محلل وافهم بعكس اللي مثلا البرنامج حيكون محلل بالنيابه عني. جميل. طبعا نظره المحلل هي الاهم. انا اقول لك يعني انت لما تنظر للشارت حتكتشف اشياء ترى البرامج الرقميه ما تكتشفها. أنا ما نقول ذا كلام، بالعكس أنت تتعلم، حاول الواحد يستفيد ويشوف، ولكن ما تقدر تحيط بكل حاجة. يعني أنا والله من يوم يعني من سنتين أنا ما في أي من أجهزتي أي برنامج تحليل فني. ليش أدفع 200 وتقريبا اعتمد الله سعره كم 190 ريال خلاص. أنا عندي مباشر هذا التحليل الفني وخلاص الأسعار الفورية. طيب ممكن نسوي اختبار بسيط يا دكتور مع بعض أنا وإنت عشان نوضح الفكرة كيف نظرة المحلل ونظرة البرنامج ونشوف هل البرنامج يقول نفس الكلام ولا لا. طيب ماشي اختار السهم. لا دقيقة أنا حقول نظرتي في السهم وبعدين حنفتح على البرنامج ونسمع البرنامج إيش يقول. تمام هاي هذا عشان يكون درس يعني ما بين محلل تحدي ما بين أبو محمود وما بين سوبر ترين ونخليه كده في أمام الناس. أيوة. الآن تمام بس طيب. لحظة عشان نوضح النقاط العريضة. أنت أبو محمود حتفتح الشارب وحتقول كل ما عندك في السهم اللي حتقوله. أنا حفتح سوبر ترين وحقول أي باختصار يعني وأنا حقول كل ما عندي في السهم اللي حقوله. جميل جدا. أوكي الشاشة معك تفضل. طيب تحدي الوحوش الآن على مركز الأسهم السعودية. فتحت السبورة ظهرت السبورة يا شباب. ظهرت. دقيقة بس خلينا نحط الأرقام ب عشان تكون دقيقة. أبو محمود يقول ما شاء الله تبارك الله سهم الخليج للتدريب سبق له أن اقتحم خط ترند هابط رئيسي من قمة 2014 وجاب هدف مضاربي ومن تأكيده لهذا الاختراق إنه السهم رجع اختبر الترند واستقر فوق 38 فيبو من الموجة الرئيسية وبناء على حركة الفيبو هو يتوقع أن يذهب السهم مستقبلا إلى النسبة الذهبية بعد هذا الاختراق واللي أكد مصداقية هذا الهدف إنه لو رسم القنوات بهذا الشكل هذا اعتبر الدور الأول كيف اخترقوا لاحظوا كيف نزل اختبر السقف رجع
جاء عند هذه عند هذه المنطقة الدور الثاني. طبعا بناء على هذا القياس يا دكتور أنا رسمت هذا الدور الأول، هذه القناة الأولى، جينا هنا عند القناة الثانية، وبعد ما اقتحمنا الترند زاد شوقنا أكثر إنه بإذن الله الهدف الاستراتيجي راح يكون هنا. ما دام السهم فوق 28 ريال و15 هللة بالتوفيق للجميع إن شاء الله، السهم عندي دخول شراء للمرحلة الثالثة بحول الله تعالى بالشكل ده، ممكن نوصل فيها 42 ريال. أنت دكتور محلل الآن، وأعتقد أني أنا ما يحتاج أني أنا أزود وأفصل أكثر من كده، أنت طلعت في الشارت. أيوة بس في نقطة، في نقطة ما في تكافؤ. لحظة، أنت حللت على الأسبوعي، أنا ما ترجع على الفريم اليومي لأن سوبر ترند يحلل على اليوم. أفا أنا هذا اللي ما أبغى، أنا استراتيجي. أيوة أنت سوبر ترند اليومي، اليومي في خنبقات كثيرة تضحك عليك اليوم. مو مشكلة ممكن نقبلها، لكن أنا أقول لك هو سوبر ترند على اليوم كل يوم. أقول لك طيب، هي نفس الفكرة على اليوم. أنا أقول لملاك الخليج للتدريب، ما لم تشاهدون سهمكم يكسر 28-15 ويغلق دونها، ترى الوعد إن شاء الله مستقبلا 42، بس في محطات حتى عبنا شوية ما بين 35-80-36 ممكن يطلع ويشكل قمة وينزل يسوي قاع أعلى من قاع، بعدين يجي يقتحم 36، بعدين يروح ل 42. المهم إنه السهم الآن من الأسهم الإيجابية، تمام؟ هذه نظرتي أنا بشكل عام. أنا طيب خلينا نسمع سوبر ترند، فين يقول لنا وقف خسارتك، وفين، وهل هو مقتنع في السهم الآن ولا لا؟ تفضل يا دكتور. طيب هاي. أخذ الشاشة بس تفضل، أنا خلصت. طيب شكرا لك. هذا سوبر ترند. طبعا سوبر ترند في ميزة إنه هو مصمم إنه هو كل يوم بيوم يعطيك أبديت، فالنزلات والطلعات اللي قلت عليها يا أبو محمود هو يصيدها لك. أنت قلت حنواجه نزلات وطلعات، لا هو حيكون معاك بالطلعات والنزلات لأنه على اليوم. لكن عموما بالنسبة للخليج التدريب على اليومي حتى الآن لا تغيير في الوضع الفني منذ آخر إشارة، تمام؟ حنشوف آخر إشارة إيش هي بس عشان نتأكد هل هي إيجابية ولا سلبية. معناته هو بالنسبة للناس اللي خارج السهم معناته ما يدخل فيه، لكن الناس اللي يمتلكون في السهم يبقون فيه على آخر إشارة. وممكن على فكرة الناس اللي برضو خارج السهم إذا كانت الإشارة قريبة ممكن يدخل فيه. فعندي أنا آخر إشارة قريبة ترى أعطى دخول. شوف هنا أول دخول، هنا شوف أبو محمود من يصيد هذا القاع؟ هذا صدناه نحن 28 وهذا القاع 15 ماشي صاد سوبر بلو، تمام؟ لكن هو عموما اخر اشاره ايجابيه إيه؟ تقريبا لو ضغطت عليها انا هنا اخذ تفاصيل البطاقه في امس معطي دخول ترى على 30-50 اليوم معطي دخول، فهو الوضع ايجابي ما زال، بما انه هو قال لا تغير الوضع الفني منذ اخر شهر، اذا هو مستمر في الايجابيه. طيب لحظه هو هنا لاحظ في البطاقه انا في شيء ما عجبني، قال وقف الخساره 29-22. طيب وبما أنه هو يقول دمج المحلل عندك 50 محلل، لماذا أعطاه وقف الخسارة 29-22 علما أنه القاع كان 28-15 وهذه المنطقة تعادل منطقة اختبار ترند؟ يعني نحن الآن معدين الترند، فكيف أنا أطلع من 29-20 وأنا عارف أنه دعم الترند 28-15 اللي أنا أساسا على إثره داخل السهم أنه مخترق ترند هابط من قمة 2014؟ لا يعتبر غلطة فادحة، لو خرج ونزل ل 28 اختبر الترند وطلع مرة ثانية سرق السهم منه. طيب شايف الترند هذا اللي رسمته أنا؟ هذا تقريبا على 29-20. يا سلام، لو كسر الترند هذا السهم، أنا نسيت أنه يقصد يومي، هو يبغى يوفر عليك ريال. أيه. صح اليوم لو كسر هذا ترى آسف أنت في مشاكل، فهو هنا عندك صح نسيت هذا يومي وليس هذا. انت تعلم يعني عامل احتياطاتك على ده. لا هو معاك لحظه ما يبغى يخسرك الوضع هنا من تقريبا فرق، هو يبغى يوفر عليك الريال، يقول لك ريال وربع تقريبا ريال وربع في
10%. 100% كلام سليم. صح صح صح. فخليني اقول لك ايش المزيد المعلومات الاضافيه في سوبر ترند اللي يعطيك اياها. نعم. يعطيك طال عمرك انه ايجابي ولكن ترى بوادر ضعف. بوادر ضعف والسبب يعني يعود لا تتحمس كثير ترفع الكميه. اي عده اشياء. الضعف هذا ليش؟ الضعف اليوم ظهر في سوبر فوليوم سلبي وهناك منطقه تحول نحو السلبيه وهذا اسمه علم الواحد وذا اسمه ماركت بروفايل. حطلع لكم السر الآن. هذا دورة نقدمها إحنا 3 أيام الواحدة في تحديد ماركت بروفايل بهذا الشيء اللي هو اخترق عندي DQDN9 معناته في حسب تحليلات ماركت بروفايل لتسعة أيام كسر هذا 9 أيام. الشاشة ما تظهر إلا الناس اللي أخذوا الدورة ترى ما تظهر. شوف الآن عندي أنا هذا الان اللي يعرفوا اللي يعرفوا ماركت بروفايل هذا اسلوب تحليل النخبه غير كلاسيك. هذا عندي الان هذا اخر اغلاق كسر منطقه التوازن باختصار انا قاعد اقعد. فالوضع سلبي للسهم. الوضع سلبي للسهم لازم يرتد على اليومي. هذا الماركت هذا على اليومي. على اليومي نعم على اليومي وليس على الاسبوعي وليس على الشهري. لا لا هذا حق 9 ايام. هو قال لك DQ9 معناته حق 9 أيام. البروفايل ملف التداولات حق 9 أيام كسر حق 9 أيام ترى اليوم. هذا شيء سلبي وهنا عندي مارك عشان كذا أعطاني علامة ماركت بروفايل سلبي بناء على هذا الشيء. أيضا سوبر فوليوم هذا كلام كثير يتكلم لكن أقول لك سوبر فوليوم أعطاك سلبي. خلينا نشوف سوبر فوليوم ليش أعطاني سلبي. أفتح على تيات السهم أو سلبي في سوبر فوليوم أعطيني علامة تمام. أضغط على سوبر فوليوم أعطاني استمرارية. شوف التنبيه ذا استمرارية للأسفل سلبية. يتوقع بعد مقاس الكميات تمام إنه يستمر ينزل بكرة كما. لذلك حدد وقف الخسارة للتأكيد على ما يرى عند 29 كم. هذا وقف الخسارة 29. هذا وقف خسارة حطيت على العلامة الزرقاء تقريبا 20. طيب سؤال يا دكتور في نفس الموضوع ده هل ممكن هذا اللي تقول عليه ده بروفايل ده هل ممكن قابل للتغيير يوم غد للأفضل؟ طبعا بس حيسوي تحليل جديد حيتغير لأنه على اليوم يا أبو محمود ممكن يبقى يمكن يبقى زي ما هو يمكن يتغير لكن حسب لا لا يعني لو دخل السيولة بكرة ممكن طبعاً. هذه العلامات كلها تنقلب أخضر تتحول إلى الإيجابية يعني ممكن جدا لو دخلت سيولة قوية وتغير أسمع النقطة يا شباب هذه مهمة جدا ترى. لذلك يا دكتور أنا ما زلت أنا عجبتني البطاقة هذه بس هذه البطاقة أنا ما أدري هل أنت تتفق معايا ولا لا. كثرة الأرقام فيها بالنسبة لنا كصغار المستثمرين مشعترة. ألا يفترض أني أنا أخذ منها 4 أرقام أو 3 أرقام مهمة؟ يعني على سبيل المثال عندي كلمة مقاومة تقليدي لاحظ عند 30-60 وعندي هدف مبدئي محتمل 32-80 وعندي ارتكاز سوبر عند 30-15 وعندي وقف خسارة 29-20. يعني لو أنا بلعب بالكميات اهتميت فقط بهذه 4 أرقام أنا يكفي. طيب ليش إحنا يعني في سوبر ترند ما نقدر نختصرها في نقطتين أو 3؟ لا نحن يعني إحنا عشان نستفيد من البرنامج ما نقعد نعقد نفسنا في استخدام البرنامج. ليه ما لو أنا خرجت بهذه المعلومات من البطاقة هل حتعتبر تصرفي سليم ولا حتطلعني خطأ؟ إنك أخذت إيش؟ إني أنا في قراراتي ركزت على مثلاً نقطة الارتكاز، ركزت على وقف الخسارة، ركزت على المقاومة التقليدية، ركزت على الهدف المحتمل. يعني أنا لعبت يعني أخذت على الارتكاز نزل، جيت عند وقف الخسارة غامرت، إذا كسرت حبيع الصفقتين. فالهدف في منطقة البيع أبيع على المقاومة التقليدية اللي هي المحك، أبيع الصفقة الأولى. نجحت أبيع الصفقة الثانية مثلاً كإدارة لمحفظتي عند الهدف المحتمل. لو طبقت هذه النظرية واستفدت من البرنامج زي كده يكفي؟
ولا انا برضه مقصر في حق نفسي؟ لا، هو في حد ادنى ترى من ذا، ولكن في افضل من كذا. يا هذا يا لكن في افضل. خليني اقول لك ايش الافضل. دقيقه بس، خليني انا افتح السبوره. ليش هذه النقاط ما يمكن اختصارها في نقطتين او ثلاثه ولا اختصارها؟ اول حاجه، وقف الخساره هذا محسوب ما هو ترى استراتيجيه واحده ولا اثنين ولا ثلاثه، هذا الواحد يعني وقف الخساره اللي هو حتى الدعم الاخير، فما اقدر أقول دعم سوبر، ارتكاز سوبر، مقاومه سوبر. هذه الثلاث نقاط محسوبه حسب تحليلات ماركت بروفايل، ما لها علاقه بدعم تقليدي ومقاومه تقليديه اللي قلنا عليها. ماركت بروفايل يحسب حاجه اسمها التوازنات، انه انا تداول امس، تداول الامس دائما يكون بهذا الشكل. هذه منطقة عندي العمليات المتوسط، تمام؟ هذا يعتبر مقاومة سوبر، هذا يعتبر دعم سوبر، واللي في النص الارتكاز سوبر حسب تداولات الأحجام حد أمس، له طريقة ماركت بروفايل. فأنا ما أقدر أختزل ذي النقاط في نقطة واحدة. بالنسبة لدعم تقليدي ومقاومة تقليدي، هذه تعتبر يعني نقاط اللي إحنا نحسبها السطحية، اللي هو إغلاق أمس زايد اللو، الهاي زايد اللو زايد الكلوز على ثلاث. الطريقة البسيطة دي التقليدية هذه هي، فإحنا أضفناها كل الخيارات. فأنا أعتبر الأهم بالنسبة لنا وقف الخسارة، دعم سوبر، ارتكاز سوبر، مقاومة سوبر، هذه أهم من النقاط هذه البسيطة. الهدف المبدئي المحتمل هذا برضو لوحده مستقل، مثل محسوب بطريقة وقف الخسارة لوحده، تمام؟ وقلنا الهدف المبدئي المحتمل يمكن يعني ما هو 100% حيتحقق، لكن يوشك على اقتراب منك. فأنت ما تحتاج النقاط دي، شفت التعقيدات دي؟ أنا ما أحتاج أعقد نفسي بيها، ما أحتاج أصلاً. أنا أحتاج لما تجيني إشارة إيجابية أطبق، أشتري على دعم. بس لو كانت حق الشرط أخذ أفضل طلب، لو ما تحق الشرط أخذ أفضل دعم، بس ما أحتاج شيء ثاني. يعني حتى لو كان عندي لستة بنقاط الدعم، لستة كبيرة، أنا ما راح تشتتني، لأن أنا عندي طريقة فيها. طريقة البرنامج يقول اشتري على دعم، والدعم يتحدد بخمسة طرق، أحد النقاط السبعة. إذا أنا والله رحت باتجاهات السهم، ما أحتاج النقاط السبعة، ما أحتاج أكل. هي القاعدة العامة تقول اشتري على الدعم وبيع على مقاومة. أنا عجبتني كلمة أنت قلتها يا دكتور قبل شوية، وقلت كلمة استراتيجية رهيبة، وأنا فعلا الآن نبهتنا عليها. أنت كثير من الناس الآن لما تسوي فلترة بتتجه نحو الشيء الأخضر عشان يدخل، علما بما أنه تحليل يومي. الاحترافية مو أنه مين السهم اللي عنده إشارة إيجابية، الاحترافية أني أنا أطل إيش الأسهم السلبية اللي قريبة من دعم، اللي ممكن تعكس. لأنه الآن كثير من أسهم لو فلترناها أمس في بعضها قلب أحمر وصار قريب دعم، وفي أسهم خضرة. فالاحترافية أنا أشوف في استخدام البرنامج الشاطر هو اللي حيركز في السهم النازل اللي إشاراته سلبية، ويدور فين نقاط الدعم، لأنه حيكون أقرب لمنافذ شراء آمنة. وهذا اللي نقول عليه حين شوف الآن أسلاك على سبيل المثال سلبية. نعم. زي ما قلت أنت أبو محمود، أنا أقدر أطلب على الدعم هذا، أنتظر السهم على الدعم. نعم. أنا يعني لأن السهم لما يعني على قولتهم متى يصير تشبع؟ لما السهم يتشبع بيع 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 ويصير سلبية سلبية سلبية، في نقطة ما حيتحول إلى الإيجابية، حيصير مغري. وهذه دورة الأسهم، دورة يطلع وينزل يطلع وينزل. تضرب والله يا دكتور. بصراحة بدي أقول لك على شغلة، في بعض الناس حتى لو ما كان عاجبها البرنامج أو بتقلل منه، لكن تعرف وإنت بتشرح البرنامج بتقول أشياء وبتقول نصائح والله العظيم يعني ثمينة جدا. لما جيت تكلمت عن حكاية إنه بيئة العمل وإنه الإنسان الناجح يعني لما يجي يركز على الجوال، إيش هذا يعني واحد بيدير فلوسه وبيتعامل مع حيتان ويتعامل مع كذا؟ يعني نحن مو بس فايدتنا من سماعك في عملية بس شرح البرنامج، أنت قاعد داخل البرنامج قاعد توجه كثرة أشياء ورسائل حلوة. لما جيت ركزت على الجانب إنه في بعض المحترفين يركزوا على أن البرنامج يأخذوا هذه الأسرار الحقيقية، ترى هذا هو مكمن الاحترافية، ترى
للأسف الناس إلى الآن زي ما يقول لك كحيانين كده، بس يبغوا أي شيء، بس أعطينا أي شيء أخضر عشان ندخل. يا أبويا مو هي اللعبة، ما هي زي كده شغلة. بعد المتداول لازم يكون عنده بعد نظر أكبر من كده. وإنت جزاك الله خير، يعني أنا صراحة اللي عاجبني إنه حتى لو ما كنت أنا بفهم البرنامج، لكن داخل هذه الشروحات أنت بتتكلم عن يعني أشياء حقيقة فعلاً المتداول محتاج إنه يسمعها صراحة. جزاك الله خير. الله يعطيك العافية وأبو خير، ونتعلم منك. أنت أستاذنا طال عمرك. العفو يا جيني. لا والله أنت اللي أستاذنا، أنت اللي سابقني، أنت أكبر منا سناً يا أخي على الأقل في التداول. مين أكبر من سنة؟ أبو محمود أنا ما أعرف. أنت مواليد عام كم؟ ها؟ أنت مواليد عام كم؟ أنا مواليد 93 هجري. لا يعني برضه أنا أكبر منك بسنة واحدة. سنة واحدة؟ بس أنا والله لا. أنت ويحيى فأنت أنت كنت. هلا وسهلا بيك أبو. أيوة سنة واحدة. قد أبو يحيى أنت. والله مستفيد منك. الأمانة أنت يعني عموما يعني لا والله العفو استغفر الله يشفيك. وإحنا أنا أتمنى، إحنا طبعا في سوبر ترند عندنا صفحة، لو رحت الموقع حتى موقع المركز لو رحت تحت في الأخير في دورات تدريبية، وربما إن شاء الله مستقبلا إن إحنا نسوي دورات. أنا سويت يعني لو خلينا نستعرضها بالله اسمح لي أبو يحيى، مفيدة هذه، مجانية مفيدة للناس تتثقف. للأسف إحنا ترى أغلب المتداولين جاي يبغى يحقق الثراء، وهو جاي طال عمرك بجواله شاشة واحدة ويبغى يصارع على حوامي بدون معرفة. يلا يلا بسرعة اعطني سهم، وما هو داري إن الموضوع أكبر من هذا الشيء. ممكن تربح صفقة صفقتين ثلاثة في الأخير تتعلق تعليقة. وزي ما قلت أنا أكثر من 80% من الناس بعد يعني بعد سنتين ما راح يبقى ترى إلا 10%. هذا قانون. هنا دورات تدريبية أتمنى من الحضور يعني يستفيد منها، هي مجانية وموجودة في صفحة مركز. مثلا معادلة الحظ لمدة ساعة، دورة المفاتيح الجامعة للتحليل الفني، طبعا هذه دورة كيف تبدأ السوبر ترند موجودة، مهارات أساسية في التحليل الفني، اتجاهات السهم، الحظ والمخاطرة، لماذا نخسر في الأسهم. في دورة هنا مهمة اللي هي احتراف استخدام سوبر ترند برضو، ودورة ماركت بروفايل. هذه كلها يقدر يشوفوها بشكل مجاني. كلها مجاني مجاني كلها. يا جماعة ثقفوا يا جماعة ثقفوا يا جماعة. نشوف الدورات هنا معادلة الحظ. حتى لو ما طلعت حتى لو ما اشتركت في البرنامج جزا الله خير. مجاني. يعني يقول لكم تفضلوا تعلموا، يعني اشتركت اهلا وسهلا، ما اشتركت تعلم يا اخي، ترى الرزاق رب العالمين يعني. لا اله الا الله، جزاك الله خير والله. الله يعطيكم العافيه. انا شاكر لكم دكتور. اذا ما في اسئله انا شاكر، اذا ما في اسئله يا ابو ماهر والله رافع يده. طيب من اول تفضل يا ابو ماهر خذ المايك. ابو ماهر موجود؟ ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. ما قصرت دكتور، البرنامج صراحة كويس ممتاز يعني، بس ما شاء الله أبو محمود جاوب على الأسئلة اللي كنت بسألها كلها. بالنسبة للخليج أنا أمس حطيت سؤال أمس بالنسبة للخليج، حط دكتور الخليج لو سمح. أبشر. أنا أمس قلت الخليج أنا ما حخشه، طبعا أمس الإشارات غير هذا، أنا قلت أمس الخليج ما أخشه ولا أدخل في السهم إلا لما يخترق 30-70 أو 30-60، لكن أمس كانت الدخول 30-30. فلو واحد دخل أمس 30-30 اليوم شوفوا خسران 50 هلالة. أمس أعطى إيجابية، أعطى السهم أمس إيجابية دخول 30-30. وأمس أنا تكلمت قلت أنا ما أخش. شوف أمس لو الإيجابية حق أمس تقول دخول الخليج إذا وصل 30-30-30-25. إيه بس الدخول ترى على نقاط محددة، ما هو على ده. خلنا أشوف لك الآن. إيه وشوف اليوم نزل السهم ما شاء الله نزل 50 حال. طيب. وكان أمس شوف هذا أمس الدخول. أمس هذا الدخول. شوف. 30-35. ممتاز. لو أنا دخلت أمس
لحظة دقيقة. اليوم أنا خسرت حوالي 55. واضح. لكن شرط. عشان يومي شفت هذا عشان يومي. يعني الواحد بيخش يعني اللي بيدخل السهم المفروض يكون فيه إنه حيكسب بعد مدة يعني بعد يوم. لكنه أمس. لا, 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 لا في نقطة مهمة فهم. طيب. مكتوب هنا إشارة إيجابية بشرط الافتتاح أعلى من 30-35. هل افتتح أمس؟ بعد 5 دقائق من افتتاح الجيل. هل افتتح أعلى من 35-30؟ هذه واحد. رقم اثنين. أعتقد أمسي وأمس السهم طالع كان إيوه. لا لا يا أبو ماهر هو أمس حتى 40 ما قدر يعديها وكان ذاكر البرنامج الشرط اختراق 30-40 والثبات لمدة 3 دقائق فوقها. 5 دقائق يكون هو ضرب 40 ووقف عند 35 بعدين أغلب وقته كان تحت 30-35. وأنا بقول لك أنا لحد الآن مع التدريب إشارة على فكرة إشارة إذا ما تحدد شرطها يا حبيبي ولا وصل 35 آخر حاجة ما وصل أعلى منها الشرط لم يتحقق والسلبية كانت واضحة من الإشارة شوف الآن هذا عندي دقيقة خلني أفتح عشان كذا أنا والله ما عندي اعذروني ما عندي برنامج لي هذا هو شوف 30-35 لازم إيش شرط الإشارة لو رجعت لهنا إيجابية بشرط الافتتاح أعلى من 30-35 يعني الافتتاح لما يقصد الافتتاح ليس أول تكة لو رحت بطاقة يعني 5 دقائق بعد 5 دقائق ما وصل هذا الرقم فالسلبية كانت واضحة أنا في هذه الحالة إيش أسوي أنتظروا تحت حتتحول إلى سلبية الإشارة مؤقتا يعني الإشارة إيجابية تتحول إلى عكس مؤقتا ولكن إيجابية موجودة فأنا الآن أنزل طلباتي تحت أكثر تمام هذه القاعدة فهي ما كانت أنت ما راح تشتري على 30-30 المفروض تشتري على كم خلنا نشرح لك تطلع ربح منها المفروض تنزل طلبك على يعني لو طلبت خلنا نطلب خلنا نقول 30-8 خلنا قلت أنا السوق سلبي وأحمر قلت طلبت على 30 تمام 30 أو 30 20 خلنا والله شوف هو التدقيق بالعشرة والثلاثين هذا ترى حيضيعنا يعني أنت المفروض في الطريقة هذه طالما إنه ما تحقق شرط أنت تنزل طلبك أكثر تمام صار في هنا دروب وأغلق تحت 29-30-8 فهذه القاعدة أنت لما ما يتحقق الشرط نزل طلبك أكثر بكثير أو أبعد عن الشركة هذه لأن الشرطة الإيجابية ما تحقق تمام طيب آخر سؤال يا دكتور معلش الأخ علي خلاص ونخلص كده فضل يا خالي لك الله يعطيك العافية السلام عليكم السلام كيف حالك يا دكتور إن شاء الله طيب حياك الله الله يسعدك امتعتنا الحقيقة طيب أنا ممكن أبغى اللهم صل على محمد أنا دخلت على نزلت التطبيق على اللاب واخترت اللي هو يومي وبعد كذا اللهم صل على محمد حددت الإشارات الإيجابية أعطاني ملكية ريت أوكي لما أعطاني ملكية ريت رحت أبغى أتحقق من إنه أنا أثق صراحة في المحلل الرقمي حق تكر شارت أوكي رحت بشوف ملكية ريت فين في المحلل الرقمي في التكر شارت ممكن الشاشة لحظة بس أقدر أستخدم الشاشة لا يا أستاذ الفاضل ما هي وقت استخدام للشاشة عندك السؤال أعطينا السؤال عشان يشرح طيب لك عليه وخلاص أوكي ولا طيب أوكي لما جيت عند المحلل الرقمي حق تكر شارت لقيت الإيجابية 5 طبعا على الدقيقة على فالإشارات الفنية المختلفة تكر شارت جاي على الدقيقة معطيني 5 إيجابية يعني طيبا إيجابي جدا على الدقيقة على فاصل الدقيقة طيب. مش على الساعة مش موجود نهائي ولا على أي فريم آخر حتى اليومي مش موجود فإيش الاختلاف في الموضوع يعني
انت الحين فاتح على تحليل يومي فريم يومي على ملكيه ريت، كيف تقارن في هذه الفريمات مختلفه؟ هو معطيك ملكيه ريت هنا ايجابي اليوم على اليوم، انا ما ادري ايش المستخدم لكن هو على اليومي هنا. ايش سؤالك يعني؟ انا بفهم انت بتقارن يعني معادلات تيكر شارت على على يعني على يعني هذا لا يعني يعني مثلا المتوسط عفوا ثواني يعني على اليومي مش على اليومي سلبي جدا عليه الرقم اللي انا الان شغالين عليه اللي هو في المحل الرقمي حق تيكر شارت على اليومي معطيني سلبي. طيب هذا محل الرقمي مختلف عن اللي احنا بنتكلم عليه يا رجل، انت حاطط معادلة في تيكر شارت، هذا ما هو محل الرقمي، هذه معادلات مختلفة عن معادلات اللي موجودة في سوبر ترند. سوبر ترند بيستخدم استراتيجيات فوق 500 استراتيجية يحللها وبيعطيك الناتج حقها، اما انت في تيكر شارت معادلة واحدة فقط حاططها فبتعطيك يعني نتيجة المعادلة هذه فقط، ولا لا يا دكتور؟ تفضل. نعم انا ماني ما عفوا انا ماني مستخدم الان المعادله، انا ما عندي معادلات بس مش مستخدمها. انت الآن مستخدم المحلل الرقمي حق تيكر شارت. المحلل الرقمي على اليومي الرقمي على اليومي المحلل الرقمي حق تيكر شارت جميع المختلف ماشي نعم. اعطاك النتائج اعطاك النتائج في ممكن ثانيه واحده او ثانيتين. تدري البطاقة ذي كم عشان تصدر كم دقيقة أخذ عشان يحملها؟ 4 دقائق 3 دقائق في الشركة ذي فقط. عشان كذا سوبر ترند من الساعة 4 عصر إلى تقريبا قريب 8 يحلل. فكل واحد كل واحد يستخدم أدواته. أنا ما أقول لك إني أنا صح ومحرر الرقم، لكن أنا أثق في برنامجنا أقول لك إحنا صح إن شاء الله بنسبة 85%، ما في شيء اسمه 100%. وممكن هم صح، ما ادري عنهم، انا ما جربت صراحه. لا هم استراتيجياتهم ماشيه على المتوسطات ال 14 متوسط وعلى الاشموك وعلى الماك دي والارس اي وال يعني في واحد اسمه ليندا راتشي، هذه محلله وصاحبه صندوق في امريكا وعندها مشهوره، لو رحت تويتر معروف لها موقع كبير. راحت في الثمانينات إلى دورة تدريبية لأقامها جورج لين، مبتكر مؤشر ستوك أس جورج لين. فسألت وقالت أنت الآن مبتكر مؤشر ستوك أس، إيش رأيك بالمؤشرات هذه أنا كيف أستخدمه ولا أركز على السعر؟ قال لها كل المؤشرات الفنية متأخرة لاحقة لأنها مشتقة من السعر. فأنت إذا ما تستطيع تقرين التوجه من السعر ذاته ما راح تتأخرين في المؤشرات. فأي برنامج يستخدم مؤشرات فنية هذا تأخر متأخر لأنه لاحق مشتق من السعر نفسه. بالنسبة لسوبر ترند ما يستخدم هذا الشيء فقط، يستخدم المؤشرات الفنية ولكن بلس زايد المؤشرات الاستباقية اللي هي النماذج الترندات البيتش فور القنوات ماركت بروفايل العلم الواحد وذا، فكل هذه يستخدمها ويدمجها مع بعض. فلا تقارني انت معادلة الفيلم يعني كأنه بيقول لها لازم يكون انت عندك حس. ايوة السهم هذا اللي نتكلم عليه حساسية السهم، لازم تكون لك انت قراءة الشارت، عنده خلف الشارت قصة، إذا ما أنت عرفت تقرأ القصة اللي خلف الشارع أكبر قصة السهم. أسمع دكتور قصة دائما نقول قصة السهم يا سلام. أنت قلت الكلمة ذي أقول لهم تعالوا نقرأ قصة السهم. إحنا عندنا بروفايل كامل اسمه قصة سهم يا دكتور يعني. سهم فيه الشارع نفسه ما هو إلا أثار أقدام المحللين في سياق معين في قصة معينة. إذا أنت بنفسك بنظرتك ما قدرت تعرف إيش التوجه إيش ناويين عليه، أنت ما راح المؤشرات الماكدي ولا الرسائل ولا غيره راح يعطيك ترى فائدة، هي أصلا مشتقة من السعر ومتأخر لاحق، لو عكس اتجاهه حيعكس، وهذه عيب شو اسمه المنصات هذه الرقمية اللي سريعة. هذه صراحة يعني احترام لها يعطيك إيجابي، لو عكس سلبي. لا هذه كلها لاحقة، فإحنا
ما اقدر انا اقارنك. انا لا اعتبر انت جيب لي محلل يعني نظام يستخدم لاجن او مؤشرات استباقيه ومؤشرات فنيه كلاسيكيه وانا اقول لك صح، لكن ممكن هم صح، انا ما اشوفهم صراحه. مو بطالين يا دكتور. كويس يا دكتور. كان لنا قصه شهيره في رمضان، تخيل جاني واحد في وقت عصيب جدا عنده جبل عمر ب 32 وجبل عمر ب 28 60 وقال لي انا خلاص فقدت صوابي، استنى بس تقول لي يا ابو محمود بيع، ابغى ابيع وابغى اطلع من السهم. صراحة أنا أكلت وشربت معايا والقرار صعب، والسهم بيني وبينك دكتور في قمة السلبية في المؤشرات، تحط الماكد سلبي، الآرس آي سلبي كذا. فتحنا الشارت وبدأنا نقرأ قصة السهم، وجدنا أنه في يوم من الأيام سهم جبل عمر ارتد من قاع كورونا ولامس مناطق قريب 28، بعدين سقط ثم جاء فصعد فاقتحم، راح سجل هدف، بعدين جاب وصل 37 ولف الطارة ونزل فوصل قريبة 28. فجينا قلنا هذه قصة السهم يا أخوان، وشرحنا القصة كيف سجل قمة واستعنا بعد الله بترند ومدري إيش. فقلت له شوف ما لم يكسر 28 أمسك أصابك، ترى ممكن بربع تمن في أي لحظة تتغير المؤشرات ويقتحم السهم 30 وتلاقي نفسك من جديد على أعتاب 33، وإذا اخترقها حترجع محل ما طحت قريب 36، ومن 15 رمضان ويمشي السهم على القصة دي يا أبو يا دكتور، ويوصل إلين 36 من يعني الشخص اللي كان مشتري ب 32 وكان خسران قريب 4 انقلبت العملية وصار كسبان 4. جميل. بس بصبر، مع إنه المؤشرات ما كانت ديك اللحظة، لكن قصة السهم أشعرتنا إنه هو في الحضيض، هو في المناطق اللي خلاص يسموها مفترق طرق، والحمد لله جات وطلع السهم. فهذا الكلام اللي قاله اللي قلته ليندا راحت سألت وقال الكلام ده، أنا الآن فهمت إيش قال له هو. يا أخي لازم يكون أنت عندك حس، لازم يكون أنت عندك قراءة، هذا نحن نسميه حساسية السهم، قراءة القصة بالكامل، المشهد بالكامل. أنا مو أي مشهد يأثر علي، لازم أنظر من بعد. لو ما فتحنا الشهري ما كنا اكتشفنا هذه الشغلات يا دكتور. لو قعدت على اليومي كانت القرارات كلها تقول لك أطلع، أنت في وضع مرة مأساوي. لكن لما كبرنا الفريم وقرأنا القصة أعطينا نفسنا فرصة إننا نتحمل هذا الظرف لعل وعسى، ويريد الله وهذا اللي حصل يا دكتور. أبو محمود بس أنا في نقطة مهمة، أنا أستغرب كيف اللي الأخ اللي يسأل يقول ملكية ريت، أنا بس بنظرة سريعة الشارب حق سوبر ترند كيف سلبي؟ إيجابية على طول. أول حاجة خلي البطاقة، أنا ما ناخذ معلومات البطاقة الموجودة، أنا بحلل بنفسي. لو فتحت الشارب اليومي لملكية ريت، وخليك معايا أبو محمود، أول حاجة هذا المثلث اخترق يعني خارج من المثلث للتو، هذا آخر إغلاق، هذه شايف ولا كبر شوية، فهذه نقطة إيجابية. شوف الآن مضغوط السهم، مضغوط خارج من هذه إيجابية، هذا واحد صح. رقم اثنين لو رحنا المؤشرات المفتاحية، خليني أكبر برضو ما أدري تكبر، أيوة شوف المؤشرات المفتاحية، لو حط صح بس على كل المؤشرات بولينجر باند وال معطيني أصلاً البرنامج سوبر تند، معطيني بولينجر باند إيجابي ومتوسط 50 إيجابي ومتوسط 21 إيجابي. أول شيء هو في منتصف القناة ومغلق فوق القناة حقتها بولينجر باند، وفوق ونازل أمس أو اليوم نازل تحت 50 ومغلق فوق 50، ونازل تحت 21 ومغلق فوق 21، هذا كله إيجابي. إذا المؤشرات المفتاحية نسميها إحنا إيجابية، نروح للأرسال تو مخترق 50 وهذا شيء إيجابي، الماكدي بالقرب من التقاطع الإيجابي للتقاطع الأعلى، الماجيك أوسيليتور تقريبا تو الآن بيخرج من النص وراح يعطي إيجابي خلال الأيام الجاية إذا تداول الحلول. فالسهم يعني من ناحية كلاسيكية إيجابية. لو رحت أنا من ناحية
الشوكة طبعاً وألقوا القنوات خلف الشوكة. أنا ما يبان عندي إنه سلبي إلا إذا كسر 10 تسعة. أنت إيش رأيك؟ أنا شايف صراحة من ناحية فنية أنا رسام راجع من قريب 10.5 وسوى قاع أعلى من قاع وارتد إلى 10.30 بعدين نزل سوى قاع أعلى من قاع ما لم يكسر 10.9 هللات ما زال في ترند صاعد فرعي وعلى قولك 3 جلسات وهو يحافظ على متوسط 50 على اليومي ما في سلبية لا. خذ هذه النقطة الثانية بحسب تحليل ماركت بروفايل هذا عندي شو أنا عندي هنا فجوة هذه غالبا لو اخترق النقطة دي هو الآن على وشك يخترق هو الآن أغلق عليها لو تعدى 10 10 22 10 30 ممكن 10 40 هذا هو حيغلقها وحيوصل حيغادر بعدين عنده مقاومة هنا 10 40 فالسهم يعني أقول لك أقرب إلى الارتفاع منه من الإيجابية إلى السلبية أقرب يعني أبدا بعيد عن السلبية حاليا ما هو ما نقدر نقول حتى محايد بعد. أنا عندي واضح إنه سلبيته لو أغلق تحت 10.9 هللات هو الآن 10.20 يعني 21 هلل بينه وبين إنه أنا يبان عندي كمحلل كلاسيكي عادي إنه السهم صار سلبي. اللي لفت انتباهي يا أبو محمود هذه البطاقة أنا ما شفتها قبل كذا في أي شركة ثانية كله إيجابي من كيريت قوة الإشارة حلوة 3 نجوم ماركت بروفايل إيجابي اختراق مثلث سوبر فوليو سوبر قناة أو هذه كلها ما عمرها اجتمعت في يوم واحد بطاقة يعني أقول لك السهم سوبر ترند يقول لك إيجابي ونتابع الأيام الجاية ليش نحن دائما نقول لهم اتبعوا المعطيات إذا في معطى واحد سلبي وعندك 6 معطيات إيجابية هل يعقل تروح لهذا المعطى السلبي وتتجاهل 6 معطيات إيجابية احتمال الأخ هو نظر من معطى واحد فقط لا ممكن هو على فريم غيري ممكن هو على فريم صغير يعني غطس السهم كمان عندي برضو كمان هذه كمان نستفيد منها كيف نقرأ سهمنا غطس السهم مهمة جدا تو الآن غاطس ومغلق فوق البحر الدعوم يعني سمي هذه بحر الدعوم تو الآن طالع يقول بسم الله شوف كيف هنا طلع فوق طلع قرب هنا طلع هنا طلع فوق هنا طلع فوق هو الآن حاليا أقرب له الإيجابية من السلبية يعني السهم لو انفجر حيطلع فوق هو بالقرب من دعم أنا أقول لك بالقرب من دعم طبعا ليست توصية للشراء في الكياريت ولكن يعني أنا لفت نظري إيجابية ما عمر شفتها في أي سهم ثاني صراحة سجلوه هو لو اقتحم سقف قناة عند 10.70 حيقلب أم شمن كحلي وحيروح إلى 11.30 أنا ما أوصي أحد ولا حد يقول شيء هذا تحليل رقمي تحليل رقمي وملكية ريت وقاد الآن مضارب على فكرة احنا كنا في سوبر ترند عندنا مجموعات كبيرة والله يا بعض المضاربين انه يعاكس تقول هذا ايجابي يرش فترى يستغلون ذا الشيء مليان فحاليا ممكن يسمع رش السهم عشان ياخذ يخرب لك ام الهرجة وعايشينها يوميا نحن عشان كذا انت حلل بسكات وخلي لا تعلم السهم وهو الآن والله المستعان قولها لأبو محمود قول له حل البسوكات ولا تعلن السهم لا صح والله تخرب السهم لأنه بس تكلم عليه بس تكلم عليه ما تمر 10 دقائق إلا وتشوف السهم إيش يصير في يعني حتى إحنا ما بدنا نأخذ فيه أصلا يا رجال أحيانا الألماني كان يعطي إشارة من يوم ما يسمعنا نتكلم على طول يضغط أمه ونقول له شرر يعني أبو شيطانك خرب أم الهرجة لا أميع القضية حنسميها نقول ميع القضية يبغى يضيع الهرجة ويضيع الهرجة يوم يومين ويجي يرجع ننتبه له يقوم يرجع إلين رضخ الحمد لله وانفجر السهم للأعلى طيب احنا سهرناك يا دكتور اليوم الله يعطيكم العافية بالعكس مستمتع معاكم أنا ومع أبو محمود وهدفنا حنا الأيام هذه معيش نقطة أنفسنا على أساس أن تستفيدوا من تأخذون أسرار البرنامج في أسرار كبيرة جدا في ماركت بروفايل إن شاء الله بعد ما تخلصوا الوضع هذا ممكن نشرح لكم إيش هو ماركت بروفايل طيب دكتور أنا بصراحة يعني لفت نظري تعليقات بعض الأخوان وأنا بما فيهم يعني ما شاء الله تبارك الله يعني نحن في زمن يعني تطورت فيه يعني ما لقيتوا أنتوا يعني وسيلة لتطوير المنصة دي بشكل يعني جذاب أكثر أو
يعني انا احس انه كانه كده البرنامج قديم، ما هو ما واكب تطور ال، كيف بدي اشرح لك هي يعني، كانك لابس توب قديم وانت والعالم الان ما شاء الله صار تلبس مطرز وتلبس كذا. اقول لك على سر، اقول لك على سر. نعم. البرنامج اخذناه من امريكا يمكن 2006. نعم. ما نقدر نعدل فيه، ما نقدر. فاهمين الفكرة؟ لكن أنا أقول لك ما نقدر نعدل فيه أكثر من هذا الموجود. يعني هو الآن عندك زي بتقول كان عندك حدود المنصة الموجود فيها. فإحنا بصراحة ما إحنا مبتكرين البرنامج. أنا زي مثل ما قلت أنا إحنا أخذينه من السوق الأمريكي وأساس بس مصدر البيانات حولناه للسوق السعودي فقط. في تغييرات في الواجهات وهذه نغير فيها، لكن المنصة كاملة الفريم ورك اللي نشتغل عليها ما نقدر نغيرها. طب هم نفس البرنامج هدول اللي انت اخذته منهم، وهذه كلها واجهه على فكره، هذه كلها واجهه. هم ما طوروه عندهم الان وغيروا واجهته كده؟ لا لا لا، هو هم عندهم السورس كود وشغالين عليه. يعني انت الان لما تاخذ سورس كود انت عندك المصدر، ثم اعطوك هذه قال استقبل البيانات كده. احنا اشتغلنا في المنصه دي من قديم اللي اعطونا اياها، ما قدرنا نغيرها، والتوجه كله على الويب. فحاليا احنا قاعدين نطور نسخه على الويب اللي هي نسخه الجوال، وننقل كل المواصفات الموجوده الى نسخه الى المتصفح والجوال وده على الويب، كله حاليا على الويب. لكن اقول لك نقطه واحده، انت تتعامل يعني انا استغرب يعني الناس. اوكي البرنامج خلينا نقول بدائي في الواجهه، الديزاين حقه قديم، تمام. إيه؟ الديزاين، انت الان قاعد تتعامل كفوتوشوب يعني ولا كمحلل؟ ترى في ناس شغالين على اسواق على 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 على, على الدوس يا جماعه، وأداءها اعلى. انت يهم المضمون ما يهم الشكل، انت يهمك هل هو اشاراته مفيده لك ولا انت ما انت بتتعامل مع فوتوشوب. عشان على فكره حتى لو سويت اضفت يعني احنا نقدر نغير هذه الى سي بلس بلس، ولكن حتاخذ يعني ذاكره كبيره وزخم كبير وصراحه مجهود كبير، ما نقدر نغيره، لازم نتواصل مع الشركه الام، وبيني وبينك اخذ الفلوس زمان ويعني طلب فلوس كثيره يعني. فاحنا للامانه ما نقدر نغير كثير في الواجهه، نقدر احنا ننقل نطور في نسخه الويب، لكن نسخه الكمبيوتر من يوم اخذناها من المصدر ما نقدر نغير فيها كثير الا الواجهات البسيطه هذه. الله يديك العافيه. هلا سهلا. طيب في واحد بيسأل بس وبيصر ويكرر، هل نقدر نستخدم البرنامج لتحليل المؤشر التاسي؟ هل ممكن نستخدم البرنامج لتحليل التاسي؟ التاسي ممكن تحلله عن طريق البرنامج؟ هل التاسي يعطيك في البرنامج اي، هل ممكن تحلله؟ انت بتشتري في التاسي ولا بتبيع في التاسي يا استاذ الفاضل؟ موجود، موجود على كل حال، هو موجود قدامك، هو الواحد بس يعني ما هو شيء مهم يعني انك تشوف يعني وضع التاسع يعامله يعني كشركة، يعامله كشركة ويعطيه وضعه هذا. دبحكم التاسي انتم يا حق اليوم، يقول لك واحنا طول الوقت جالسين نعلق، يقول لك اعطينا الزبدة في التاس، الزبدة في التاس، زبدة يبغى الزبدة. طيب لا ويجي اسمع يعني شيء محبط، لكن عموما خلني اعطيكم تحليل. يعني انت اعطيت تحليلك على التاسي ولا ما اعطيت؟ لا لا تفضل يا دكتور، حتى لو اعطيت يهمنا وجهه نظري. تفضل 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 تفضل. والله شوف ترى هو اشياء، في اشياء استراتيجيه انت طبعا كمحلل لا تنظر ترى على نطاق ضيق. ترى النفط بسبب ارتفاع الدولار وقوه الدولار كله نزول، فسوقنا يتاثر على طول، تمام. فانا بالنسبه لي بصراحه ارى انه للامانه اللي ربحان المدرج، اللي ربحان خسران رأس المال أصبر، لأنه أنا عدة أشياء تطلع معايا بالنسبة للقمة اليوم. شوف السوبر فوليو، وأتوقع أنه حيكسر القمة هذه، بس شوف السوبر فوليو السوق لا يحتمل بكرة الافتتاح بالأحمر والتداول. أيوة يا سلام، بكرة لو شمع حمراء ترى الوضع انتهى. ما لم يعني هل في على فكره ابو محمود، انا ما والله ما نتابع اخبار كثيره في سابق اعلن، في اشياء ثانيه ننتظرها ايجابيه
في شيء ننتظر يعني تقريبا الملوك أعلنت الكل أعلن الكل أعلن يعني باقي الشركات باقي الشركات المضاربية العادية الصغيرة ما هذه ما تأثر يعني أنا قصدي اللي يخترق لك القمم هو نتائج الشركات القيادية فأنت الآن أعلنت الشركات وجاي من قمة فأنا صراحة بالنسبة لي أتوقع ما لم يحدث التغير في الدولار أو البترول يرجع الوضع يعني خلاص يعني الرحلة ليس معناته جني أرباح يعني قوي لا لكن يعني 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 بالمختصر تبغى تقول يا دكتور إننا قد نمر في مرحلة بريك لتأسيس دعم ثم العودة من جديد حيحدث جني أرباح أنا أتوقع جني أرباح بدأ جني أرباح من ويتأكد بكرة لو كان الإغلاق بالأحمر هذا إذا مو شمعة كبيرة حمراء لأنه برضو السوبر فوليوم عندي أنا هنا شوف الطلوع يا أبو محمود كان النزول من آخر قمة اللي هي 11,060 300 مليون سهم تقريبا الطلوع من القاع 10,590 تقريبا إلى 11,240 تقريبا 35 اي تقريبا 222 مليون هذه القاعده تقول دائما الترند الصاعد دائما القيمه الكميات تزداد دائما الكميات هنا لازم تكون اعلى من هنا الكميات هنا اعلى من هنا الكميات هنا اعلى من الثانيه تمام فحسب الكميات احنا الان نقول المعطيات اللي عندنا ما ندري ممكن شيء يتغير لكن حسب المعطيات الموجوده ما في قوة دافعة كبيرة ولا يعني أنا كنت ترى فكرة من هنا من الشمعة ذي كنت أتوقع نزول من الشمعة ذي وبلغت الناس اللي عندي في الجروب إنه في نزول من الشمعة هذه لكن أعلنت سابق وجت الشمعة الخضراء هذه ما قدرنا نخترق الشمعة هذه بعدها ما قدرنا الشمعة الطويلة هذه واضح السوق حتى بالفوليوم وحتى بالتداولات حتى نحن مستغربين إنه إلى الآن لم نشهد عودة فوق 10 مليار ما زالت التداولات ضعيفة 7 مليار يعني باين 8 مليار اليوم 8 مليار 7 مليار 8 مليار ماشي أنا تقريبا يعني أستأذن وأشكركم وإن شاء الله لنا لقاء إن شاء الله ممكن إذا قدرت بكرة كمان في الليل إذا قدرت أو بعد إن شاء الله أكون معكم بإذن. حياك الله يا دكتور نحن يسعدنا تواجدك وقت فراغك حتى لو ما كنت يعني الله يحفظك لكن نستفيد من خبرتك بارك الله فيك الله يحفظكم شكرا لك أنت وأبو يحيى وحضوركم جميعا وإن شاء الله نتقابل بإذن الله شكرا لك دكتور يعطيك ألف عافية ما قصرت بيض الله وجهك يا حبيبي تعبناك وبكذا تنتهي جلسة سوبر ترند لهذا اليوم وإن شاء الله يكون في جلسة ثانية بحول الله تعالى في أوقات لاحقة وشكرا للمتابعة.